صباح الخير صلاح. انا في البيت، انا وين؟ في دبي. انا في البيت. شوي شوي بعد. يلا انا بتقط محسن يترياك، انا بتحلق ويك. خاسم خياك الله الشحم الشحم يا صلاح، يا رك الله يا حبيبي. تريكت له بعدك؟ لا انت ما عرفت زين. تري زين، بخلي يسوي لي انا وانت. ايوه خشم ان شاء الله. يا رك الله ويا الله خشمك. ها؟ شو؟ ان شاء الله حبيبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا صباح الزين والجمال والعداء، ويا صباح الأناس والفرح والسرور. كيف حالكم؟ شو أصبحتوا؟ كيف أنتوا؟ اليوم البرنامج عاد حافل. إيه يا سلام سلم. اليوم البرنامج أول بادي بتريق بيد بسولف ويا صلاح ليه الساعة 9:30 تقريبا. لا قبل هذا والله شيء، رحلة العذاب اليوم، الحلاقة. الحلاقة هاي روحها تاخذ مسجلنا متأخر، عقب أبوي هرديوك والسوال شوي ويا صلاح، وإن شاء الله خلاص بنتوكل على الله بنسير دبي أنا والخبير. بنسير دبي، عندي شغلة رح أفضخم، عندي شغل في 3 أو 4 جهات. جهة أول شيء خاصة تبعي هنا إن شاء الله، وخلاف بسير الله يحفظكم مكان تبع جايتني دعوة من حكومة دبي، وبنسير بنخلص بندي واجب الدعوة إن شاء الله، وبرد خلاف بنتغدى بنعين من الله خير. عاد غدا الله العالم، وين بنتغدى؟ الله أعلم الله أعلم، يعني ما شيء جهة معينة بعدني الحين ما قررت. وإن شاء الله مساي بيكون الساعة 6، بكون إن شاء الله في الشارجة 6:30 يكون نصلي العشاء في الشارجة. بعد جايتنا دعوة من حكومة الشارجة لأجل مهرجان الأضواء، نعم. وبنسولف بنرمس ويا الجماعة وعندك ودولك، وإن شاء الله إني بضوي أبو ظبي إن شاء الله. بالرغم إن في الشارجة ما قصروا، حاطين لي مكان، نسيت فندق اسمه فندق البيت كنا اظني، هنمو فندق كله نصيحه منه، لكن ما ادري به. تعذرت يعني، قلت ما ابي وحيدي، عندي شغل بكره ارتباط، عندي ارتباط بكره في ابو ظبي، فما بروم اني ابات في الشارجه. كان في خاطري اجرب الفندق هذا، يصيحون منه، يقول العرب تعنال، كل هالتعنال من اخر الدنيا، وانت حاصل لك لهني وما بتباكل. بخت عيني والله، لو كانت سيره في ويكند والله لبات بابات بابات بلاني ما بابات. الفندق هاي يصيحون من يقول لك فندق بلياوينه وحوياته، وحتى الطويان فيه، طوي فيه وما ادري شو مسوين على التراث القديم، يعني كانك ساير عند عرب وبايت عندهم في بيتهم يعني. هنمونه يا رب عاد اهل الشارجه ما شاء الله عليهم فنانين منبونهم، ناس كلها خير وبركه لك يا غرب الله. تعدوهم اهل الشارجه وين ظهروا هناتك فندق بيت. يلا انا ارمس خلاف الجهه ما تصورت، هاي الجهه الخلفيه الحين، هاي الخيمه دي من قبل قديمه، حب قديمه يعني سويناها قديم خلاص، عم نسوي شيء جديد. بس هذا الاولي، هاي الاول يسمونها اللبنانيين يسمونها عريشه عنب، نحن عاده انا سويتها عريشه، لكن ما بعريشه عنب، عريشه شخاخ يخاخ، ترني هي الصغيرة، واللي خاخة العودة، اللي خاخة هي العودة، واللومية ترى معروفة، وهذه هي اللي خاخ الكبار. شيء منهن يوم وقت عزم مرة في الصفري عادة توصل وزنها إلى 2.5-3 كيلو الحب الوحدة ما شاء الله، هيكسر ركون ما يكسر. ما يقال عن الموز جات البوه، من يثمر وقصوا عذج الموز، بس مات الابو خلف عيال عاده. من يخلف العيال حولوهم من مكان لمكان وزياده، وخلوا واحد مكانه واللي خاخ جاتل متدع امه يكسر الركون، يعني تخيل الغصن هذا فوق يكون فيه الوردة هذه تظهر مكانها شخاخة، يكون وزنها كيلو ولا نص كيلو ولا كيلو، وين
تفدع الغصن من فوق لين تحت، فيقولون أنا مفدع غصون أمه، يعني هذا هو يعني يقال عنها. وهذا شو اسمه؟ يو شامبي، جود مورنينج، هاو ار يو. أول مرة أصور الطرف هذا. هناك شوف هذا الخيمة حلينا يلبس أنت حتى هذه ترى الطبيلة، طبيلة جراج. سوت أم محمد الله يحفظها بصري يوم حالتني في لندن، يوم جيت ولن يلقط الحدث سوي طربال تفصيل 8 ملي دور ما دار يلس، والله غدا أبدا عبارة خيمة ودرناها الخيمة الرئيسية مالتنا. تيلس مشاهدة الخضرة يعني شيء جميل الحمد لله. أفكار عليك السلام. تعال وين ساير؟ زين شيء اخبار؟ شيء اخبار؟ رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلاك جود مورنينج. وات النيم فور ذس وان؟ الو روت. ها؟ الو روت. هذا الا روت اللي جايبت لنا ام الحنايه دواركا فروم كينيا. هذا اسمه اراروت. ثانك يو. واللي هاي ابوي تصير وتي ما تدي جابت شيء وياها. ليش يو ديدنت برينج اني ثينج؟ اي برينج ا تيسا احيره فروم وير فروم كينيا. هي اي برينج وات از ذات ذا نيم يو ديدنت برينج اني ثينج اي برينج سا جايبه بنت شدو تو بيت كم بيضه؟ واحد. وبعد بس خبز فول. شويه فول بس شويه فول ويكم ما بيت في العافيه. لازم يبقى من هذا ولا هذا يضعف امير. يلا اعطي صلاح. قل بسم الله عاده صلاح. لا مش كلام بسم الله هذا زين بس ما في اكل سوا صلاه ثاني صح. بسم الله بعد هي كتلاكش ريولك كتلاكش كل ما في كلاكش يا بسم الله بسم الله. يا بالله كذا بيجي صح. شفت هذا امينون عبد القادر؟ اي والد. قول له سير تصب بترول. طلعت نعم عادو. قول له الشيشه فل شو؟ فل فل شيشه فل سو فل فل بترول. الله 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 ان شاء الله نشوف. تكذب بلوتي كذاب بلوتي كذاب بلوتي من الله خلقه. من منو تكلم انت؟ ما اعرف هذا. هاي من غير ما تعرفه؟ اعرف غانم. غانم هذا غانم. هي شال اعرف. قول له دولي حرمه اريد اعرس. صراحه الله كريم ان شاء الله. الله كريم. قول له دولي حرمه تكون شلقه. شلقه وعريه. صلاح قول له دولي حرمه شلقه وعريه. وعريه. هي وما عارف اشوف اسمع وقرعه. عافيه. صباح النور. تعالي ماما تعالي. هذا من وين؟ هذا من ابو فهد. ابو فهد شو يا بيب؟ يا بيب راويني عادي راويني. يلسي في بسلك دار. هي في ملفوفه في اسمها هذا بلاد ما كنت شو اسمه؟ هذا بلاد مالنا ردوالا. ردوالا yeah. وهذا ديسون باتنسيت. انا هذا كاس. هذا قرا بس شكرا. شو اسمك انت؟ ديما. ديما مشكوره يا ديما. ثانك يو. سلمي على ابو راشد. يبقى بنرويها من مكتوب اسمك عليها. وين ما لا افتحها هذا احمد افتحها. خيخ هذا منو خيخ؟ ها صراحه سمعت صلاح طرشي لك اياها من هناك. وين؟ من لندن. انت مين؟ واحد ثاني لا الثاني ابو هاي جديد عاد انا ابو انت حاط عينك عليه بعد هذاك حق لها هابي فالنتاين عيد الحب.
بعد ما يا وقته بدي واحد داي ان شاء الله يوم بيبون يلا خيخه بعد يا حلم خيخه يلا انا احمد وين البصمه بتاعت العمر بصمه بتاعت العمره ما اعرفش هي فين بقى ولا كده عايز حاجه انت متاكد ما سويت شيء سويت شيء ايه بصمه ترى هذه ما انا راح اعمل البصمه دي عايز حاجه ولو عزت حاجه هتجيب لي حاجه يعني عايز بصمه كبيره سؤال افتراضي بسم الله الرحمن الرحيم أمر طب أمر الستر يلا في مال له ألو ها مرحبا أبو محمد ها أنت وين أنا هني في الدورة الحين بخلص بعد ساعة متى بتظهر مرة بخلص وبطلع بتلبس هي هي ما شاء الله هي جاهزين وغادي فنانة أكيد من نفسك محمد تحمل ترى هذا الشارج بين قمونك لا لا وعليك يلا يلا انت متى بتطلع الحين احنا ظاهرين عندنا شغل مكانين في دبي وانت نحن لازم تلقى وياك انت بنتغدى ضربه نحن ايش رايك زين زين حبيبي ولا يما بنتغدى هناك جداد ادرس داون تاون عيال شوف انا بوقف سيارتي في باركنات دبي مول وبركب وياكم زين شعري ما شي مشكله حلو زين يلا زين الله يحفظك الله يحفظك ان شاء الله يمتو يا رك الله يا رك الله يمتو بسم الله عليك الرحمن الرحيم يا سلام سلم يا ارض تهد يلا 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 متو مرار بالله تمتو مفترق ما ادري عن ثار الليل قد هنمونه احيد البارحه بخير زوق خانيل من وين؟ خانيل اهل اشكر فنك رقم واحد صح؟ ليش؟ هذا ما في ليال هذا هرمان يا رب والله ما الريال والله قسم بالله ما الريال والله انا اقول لك والله الله فدا رتبك جيبها فوعد وين جيبها اذا شوف لما انا اشوف ايه بلاد مالكم زين رد بلاد ما انت يوم جاي من بلاد مالك لابس يونيه يعني يلبس جان عند اللدان انا ما يلبس بلاد يا العين ما تشوفه ايه مالي انا خلي زياد ناضي يلا 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 خدمة بابا تعال خالد تعال بابا تعال خالد شوية شوف تعال لا طعم ما يريد قياسك رقم شوف هذه نزلت لكم مقطعين مقطع متو معروف زين مقطع محمد البنغالي ويا هالي توفى توفى شاتير هذا بحري عند هلال فغير توفى العام وهذا التصوير كان العام زين محمد البنغالي يبغي تليفون جبت له تليفون يوم كمل مدة قال أنا ما يريد هذا تليفون ليش يا محمد قال هذا رخيص وهذا يوم تحط فيه التليفون الكارت روح يصرف تحط 30 درهم ترد ما تلقطها لحلق ورده شو تريد الحين قال يريد ايفون مشينا ودينا الايفون قال لا هذا الموديل قديم تحيلو ها كله موثق وكله مسجل انا ما عيل على حد قديمه ونه كيف قديم هذا كرتون قال لا هذا قال هذا موديل قديم والاخير قال لا بمن ليداد نشينا ويبنا له من ليداد وكل هذا موثق قبل شهر او شهرين قال لا عقب ما كمل مده قال لا هذا ابويه لا شرات هذاك يسرق الرصيد غير بدل يا محمد الله يهدي قال ابدا انا ما اريد هذا انا اريد ما ادري شو سامسونج انزي شوفوا لاي درجه مطول بالي نشينا وخذنا له سامسونج اي 4 ما ادري شو قال لي اسمه ودينا له هذا عقب حبس باسبوعين ويوم كمل يومين ثلاثه قال لا هذا لازم تشنج ليش يا محمد قال في اي 4 زد سالنا الخبير ها ابو ابراهيم قال ابوي هذا اي 4 زد هذا اول ما طاح السامسونج هذا حين مش موجود خبرنا قال انا ما اريد بطرش لك شو التليفون اللي اباه يوم عدى اليوم الصبح لانه بطرش صورة التليفون اللي يباه ويبقى مطرش فويس وياه بنرويكم شو بنسمعكم الفويس وبنرويكم التليفون اللي يباه كان حد هين التليفون اللي يباه حين البنغالي
هذا اسم الهواوي. السلام عليكم. الواحد امسو تليفون انا ما في موجود ذاك التليفون عشان تليفون ركز سارس اربع فرو وانا في منك في اشتغل زيادة. ايه انا اريد هذا موبايل ارباب هواي زين يعني سامسونج ما في زين هذا زين نفرة تقول هذا بطارية اوكي هواي واي نين هذا نمبر وان عشان سامسونج ركب سارس تين انسا تلاتة سار بسابات سارس خلاص هذا موبايل قولي تيني نيوم ماي روح خلاص سارس يعني زين هذا هذا فكسال زين كل شيء زين الحين هواي كوب زين انا اريد هذا موبايل اربط اوكي السلام عليكم. شفتوا حد سويتوا بحياتكم؟ شفتوا حد بطران كثر هذا في الدنيا العودة؟ أنا بحياتي ما شفت لو حد مخبرني بعدني ما صدقت، لكن هالوقائع لو تبونها كلها موجودات أبوي حتى على اليوتيوب موجودات وقائعي وياه والسب هالموبايل من العام بالسنة. والله يا أبوك مين هالآدمي غير نمونة. وشلكم بر كامل من يمكن 10 كيلومتر 40,000 مدرسة و50,000 بنغالي، ما واحد فيهم هو يرمس وياه، مزاعل ويا البنغالية كلهم. حتى يوم يصير اصلي المسير ما يسعد الحد، لازم روحه عليهم. بطران تشوفونه. دورنا ابوي تليفون ما لقطنا، لقطناه عند نون. وها وحين طلبنا. ايوه. مع خصم الخالدي بعد. مع خصم 50 بس؟ ايوه 50 درهم. برايهن زينات ينفع. سعره 804 دراهم، 50 درهم زين. الحمد لله زين، يستاهل محمد يستاهل. متى بيوصل عادل؟ ان شاء الله بكره. ان شاء الله. والله الخبير بعد متفيز. وابراهيم ما شاء الله عليه. والله قلنا لا 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 لا، ما دام كنت مننه لازم تجيب له. جبت له 4 تليفونات وكلهن ما يباهن كخطف كخطف وحينه قال يبا هاي هواوي بعد صبروا عليه بعد هذا بعد ايش قبل رد الماياس هي لكن بعد نوني يستردون يوم الشيء اللي ما يبوه ما تباه الادمي يستردونه وتبدله كل شيء يعني يستوي. كنت اتعايا ويا ابو داود تولي قبل شويه متلاجي ويا ابو داود سنه 80 اول ما تعرفت فيها في لندن تعرفت وياه هناك ونشيت وعقب تميت عزمه وييني وانتلاقى وانت عشى ضربه وسير ويي وعلم وخبر في الثمانينات واستوت المعرفه من هايك السنين. المراد توني عاد ارمس وياه يقول لي خالد انا صكيت 60. قلت له لا اله الا الله 60؟ قال لي هي. قلت له عيل انت اكبر عني. قال لا ما ظنتي. ما ظنتك. ذكرنا بعد طلع هو اكبر عني اظنيها ب4 سنين سليمان قصار نش عادي وطرش الفيديو هذا برمسه بس استاذنت من شيء طبيعي. قلت له داود ترى بنزل الفيديو هذا. قال ما عليك. انا مواليد 60 21/7/1960 فالحين باجي لي سنه على ال 60 هذه بنوصل الحين 1900 كم الحين 2019 باجي سنه واكمل ال 60 طولت العمر لكم ان شاء الله والصحه والعافيه. بس والله يا ابو محمد خذنا حياتنا بالطول وبالعرض واستانسنا وكيفنا وخذينا كل شيء في وقته واحنا صغار ونسنا عمرنا واحنا كبار راضين ربنا وراضين دنيانا الحمد لله والشكر. بس الله يحبك يا خي الغالي. هذا الموقع اللي أنا قلت لكم أني جاي دبي وعاني عسب به اللي هو مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. صرح طويل عريض له أول يا غير آخر ما ينعرف ولا ينقصى. مبنى طويل عريض يخدم أمة لا إله إلا الله يخدم أمة لا إله إلا الله. فأقول لكم وصلت المبنى هذا اللي هو مبنى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. المبنى هذا ناهيك عن كل الخدمات اللي تقدم عندهم وليش هم شو سبب إنشاء هالمبنى وشو معناه. هذا أول بادي اللي أهم عن كل شيء الخدمات التي تقدم
من طرفهم هذا كل موضوع إنساني. أول بادي الأجر، الأجر إنك أنت يا الإنسان تساعد حد بين الحياة والموت أو تسعف حد، هذا كملك من الأجر، هذا روحه يسد. ناهيك عن الدبلوم وعن الدراسة وعن الشيء الجديد اللي حاليا يستوي عندهم، فأشياء جديدة عندهم دبلوم خدمات طبية طارئة توصل إلى مرحلة من عقب الدكتور توصل المعين اللي تعين عندهم يوصل إلى مرحلة ياخذ من بعد دكتور دكتوراه ودراسات عليا ودبلومات. في أشياء وايد بنخبركم بها أول ما نوصل داخل المبنى. زيد المعمري سلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. كيف أنت؟ الله يخليك. الله يسلمك. نحن وين الحين؟ نحن موجودين في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. نعم. عبارة عن طبعا هاي المؤسسة هي مؤسسة خدمية تقدم خدمات الإسعاف الطارئ للمجتمع. طبعا عندنا أربع خدمات أساسية، عندنا إسعاف الطارئ، عندنا إسعاف الغير طارئ لنقل الحالات، عندنا اللي هو خدمات قسم التدريب المهني، وكذلك عندنا خدمة ترخيص المراكز اللي تقدم خدمات الإسعاف مثل المستشفيات الخاصة اللي تعطي إسعافات أولية اللي تنقل حالات من المستشفى إلى البيوت. فحين بيسوون تور مع الجماعة مع الأخ زيد والأخ مو دكتور سيف درويش رئيس قسم الاتصالات. والله مليون مرحبا دكتور. يا هلا يا هلا. دكتور أحب تودنا قسم الكوارث. بنسير إحنا من مر قسم الكوارث، لكن أهم شيء بنسير الورشة ونشوف الخدمات اللي تقدمها المؤسسة اللي عبارة عن 25 خدمة. يعني أنت عندك من سيارات نقل المرضى، أشياء متطورة، أصحاب الهمم، كبار المواطنين، باصات الكوارث، أكبر باص في العالم لنقل المرضى، كلها بنشوفها الحين لايف إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور سيف، الحين نحن وصلنا هالمكان. نعم. هذا عبارة عن شو؟ هذا عبارة عن وحدة الدعم الميداني. هني بتحصل عدة أكبر سيارة، أكبر مستشفى ميداني تحول للعالم. سلام عليكم. كيف الحال؟ كيف أنت؟ والله مليون مرحبا بكم. شعبة إدارة خدمات كوارث نشعب لتحت إدارة العمليات في مؤسسة دبي خدمات الإسعاف. طبعا عندنا باصات أو حافلات كوارث، حافلة ألف. هذا الحين باص واحد؟ هذا الحين باص كوارث جيم، أطول باص إسعاف العالم، حاز على جائزة جينيس أو القانون القياسي كأطول باص إسعاف العالم. وطبعا هالباص هذا يشل او يستوعب عدد 33 مصاب. سبحان الله. نعم. ندخل داخل. تفضل تفضل. طبعا قبل ما ندخل الباص نشرح لكم شرح مبسط على الالوان هاي. الالوان هاي لا سمح الله توضع في حاله الاستجابه لازمات كوارث، الله يحمي بلادنا من كل شر. لكن نحن مفروض الاستعداد تام لمواجهه اي خطر لا سمح الله. طبعا الاحمر الحالات البليغه، الاصفر حالات المتوسطه، الاخضر حالات البسيطه، ومن ثم الوفيات باللون الاسود. لا اله الا الله. طبعا المعدات الموجوده فيها معدات متقدمه يستخدمونها الاطباء، الفني طب طارئ، المسعفين، جميع اضاءه مختلفه، اضاءه ارضيه وزايد الاضاءه في باصات الكوارث او حافلات الكوارث مثل ما تشاهد. طبعا تفضل باص الكوارث، عندنا هنا حافله الكوارث جيم، أطول إسعاف باص في العالم. عندنا أنظمة متواجدة في جميع مركبات الإسعاف، جهاز إدخال بيانات المصاب اللي هو تدخل بيانات المصاب قبل وصول المصاب إلى المستشفى. طبعا هالجهاز موجود في جميع الإسعافات اللي عندنا، بإدخال بياناتك اللي هو بطاقة الهوية ويظهر لك بيانات المريض، زايد بيانات السابقة، شو من الأمراض عنده أو أي شيء كان يعاني منه مسبق بالتعاون يعني مع المستشفى. نعم ما شاء الله. طبعا الباص هذا مصمم من قبل تعاون مع مستشفى راشد بحيث أنه يكون غرفة عمليات متنقلة، حيث أن الدكاترة ممكن يجون ويشتغلون بعد هنا. يعني مش بس إسعاف، بإمكان يعني إجراء عملية. هذا مستشفى ميداني. نعم. ما شاء الله. مستشفى ميداني. طبعا المعدات الموجودة هنا عندك أصغر أكسري أو جهاز أشعة سينية، طبعا يصور الكسور والاشياء اللي يحتاجونها الاطباء. يعني ما في داعي ان المريض يودونه لين غرف الاشعه، يعني غرفه الاسعاف موجود كل شيء. هذا باص كوارث، يعني اذا قدر الله صارت مشكله في عندنا مثلا موقع كبير 60 يعني 50 60 مصاب، يجون هني على طول يحطونه في الشارع ويعالجون في الشارع. سبحان الله. طبعا عندنا جهاز اللي هو الالتراساوند موجود عندنا،
يكون إذا كان عنده نزيف داخلي أم لا. هي في الوقت اللي خطف تم تفعيل الباص. ترى في الوقت اللي خطف ليش اخترعوا الجهاز هذا؟ وهذا له أهمية. وايدين اللي غدوا وما وصلوا غرف العمليات وما سعفوهم لأنه يكون عندهم نزيف في الرأس ويموتون قبل ما يوصلون المستشفى. فالحمد لله هاي خدمة مميزة بتسعف إن شاء الله ناس وايدة في حاجته. عندك المعدات الطبية اللي يستخدمونها الأطباء للعمليات اللي تثبيت حالة المصاب، ليس عملية الجراحية الكبيرة لكن تثبيت على غير يسعفونه. نعم، ثم نقله إلى المستشفى. في نزيف وفي سكر. طبعا نفس المعدات المتواجدة في غرف العمليات مجهزة في هذا الباص. عندك عزل القسم الأول اللي هو بيكون فيه العمليات المكان اللي فيه هذا اللي فيه قسم العمليات. نعم، هذا الأطباء يديرونه بالتعاون مع المسعفين الموجودين في الإسعاف. أيوه. وهذا القسم شو يكون؟ هذا القسم الحالات البسيطة ونعزل العمليات عن القسم الثاني. ترى نحن كنا وما زلنا لين الحين في سيارة واحدة اللي هو أكبر باص إسعاف في العالم. طبعاً كل مريض له حق إنه يتعالج، وأيضاً تم تخصيص خطوط أنابيب الأكسجين لكل مصاب مثل ما تشاهد. طبعاً الفريق الطبي محتاج إلى دعم لوجستي. نعم. في الباص يتوفر عندنا الماي والأشياء اللي محتاجينها المسعفين خلال تأدية المواد أو العمل في الميدان. بالإضافة للمعدات الطبية من مستشفى راشد، أيضاً يتواجد عندنا عدة معدات طبية مثل ما تشاهد. نقدر نعالج فيه المصابين في موقع الحدث. طبعا تم تفعيل الباصات هذه في عدة بلاغات، منها بلاغ صندوق ذا أدرس العنوان رأس السنة. والحمد لله يعني عالجنا فيه المصابين اللي استلمناهم في موقع الحدث من غير ما ننقلهم من المستشفى. الحمد لله ولله الحمد. نعم. طبعا من الأساليب التدريبية اللي ندرب فيها المسعفين الجدد أو المسعفين في الميدان تمارين طاولة والتمارين اللي ندربهم فيها على آلية الاستجابة وقيادة مواقع الحوادث. فنيط بطارق يتم تأهيلهم تأهيل عالمي الحمد لله، ومن قسم التدريب أيضا على استجابة للحوادث القليلة. يمعة. نعم. الحين اسمك يمعة البلوسي. صحيح. وين متخرج؟ طال عمرك دراستنا في تقنية دبي بالتعاون مع جامعة هارزبرغ في بنسلفانيا في أمريكا. ما شاء الله. وأيضا كملت تخصصي في أمريكا مرة ثانية في دراسة ماجستير، دراسة البكالوريوس ثم ماجستير هنا في دبي. تبارك الرحمن. اسمك يمعة؟ يمعة البلوشي. نعم. لا اسمك الكامل. يمعة عيسى أحمد البلوشي. ما شاء الله. وتشتغل في أي قسم؟ قسم عمليات الإسعاف الطارئ شعبة أزمات الكوارث. الكوارث. أي نعم. واسمك الحين الجديد؟ الجديد يمعة كوارث. كل هاللف ودوره لعسب اني خبرتكم. مشكور ما قصر. يمع كوارث. الله يبعد عنه وعنكم ان شاء الله. امين ان شاء الله. شكرا لك. يلا خير ان شاء الله. وين الله يحفظك دكتور؟ في الورشه احنا الحين بندخل. ورشه شو؟ ورشه الاسعاف، احنا عندنا ورشه متكامله. نعم. نصبغ السيايير، نعدلها، نرتبها، نصلحها، كل شيء عندنا. ما اقول من 21 نوع من السيارات. نحن وين الحين؟ هذا شو؟ هاي سيايرنا المختلفه. كلها تبع الاسعاف؟ كلها تبع الاسعاف. من مستجيبات، من سيارات مستجيب أول، سيارات دكتور. إحنا عندنا دكاترة في الميدان. ما شاء الله. عندنا دكاترة يشتغلون في الميدان. والمسعفين ممكن يطوروا أنفسهم إلى أن يوصلوا يكونوا دكاترة. كيف؟ يدرس ماجستير، يدرس أول شيء يخلص البرنامج طب الطارئ. نعم. بعدين عليه بالبكالوريوس، وفي عندنا ناس يدرسون بكالوريوس. بعدين يأخذ برنامج ماجستير ويتوصل للدكتوراه. في عندنا وحدة تدرس دكتوراه فرغناها 6 سنوات وقاعدة تدرس الحين في أمريكا. تبارك الرحمن. عشان تكون عندها دكتوراه في الطب الطارئ. تخصص من التخصصات النادره ومايد مطلوبين على مستوى انحاء العالم. عشان شيء احنا فكرنا بان احنا مثل ما تقول نسوي هذا النوع من البرنامج لانه وايد مطلوبين. احنا نجيب بعض الناس مثلا من دول ثانيه يقعدون وياك كم من سنه ويروحون. ليش؟ لانه برنامج جدا مطلوب كمسعف. يعني كمسعف طبعا. إيه؟ لانه هو يتطور. تصدق ان المسعف ممكن يسوي عمليات في الشارع، ممكن يفتح بطن، ممكن يسكر، ممكن ينقذ الانسان فأي حاله مستعجله ممكن يتفاعل يتعامل معها. يعني احنا المستفيد هاللي ويلسوا المدة هذه الطويلة كلها
خذوا عباره كورسات وساروا ساروا عنا. احنا نبغى عيال البلاد مستفيدين. احنا نبغى عيال البلاد هم اللي يستفيدوا. الحين اللي استفادوا منو؟ البلدانهم. صح صح. ونحن رد من يد ويديد. صح. يعني شرار. اوكي. عباره شوفوا القصه شوف معناها. شفتوا اللي ربي ولد يوم بيقدم مره انتهض وكمل دراسته وابتدى يتعين. انت الحين بامس الحاجه بس الحاجة اللي هالولد انه يكون يعينك في الحياة انت يلب ويلم هاي الحين الاسعاف عبارة يربون العيال هاي اللي هم اللي يبونهم من برا سواء من اي جنسية من العالم يوم يتدربون خلصوا سنتين ثلاث اربع سنين ساروا بلادهم وصلوا الى المراحل العليا في بلادهم. فنحن عبارة في الامارات ما حد مستفيد. ربيت ربيت والغير صفيت. يعني ربوا العالم هاي كلها وصفوا لبلادهم فائدتهم ونحن عيالنا ما بدهم شيء. فلذلك اخترعوا او تبنوا الدبلوم هذا اللي هو دبلوم الاسعاف فيكمل دراسته يوصل الى مرحله الدكتوراه ودكتور ومسعف وشو بعد عندهم. نعم ممكن انه هو يدرس هو دبلوم فني طب الطارئ. نعم. وعقب ما يخلص الدبلوم ممكن يكمل البكالوريوس ممكن ياخذ ماجستير ممكن يوصل للدكتوراه ويفرغ الناس ست سنوات. وعندنا حالات عندنا ناس وصلوا الى اعلى المراتب رؤساء اقسام رؤساء شعب في التنظيم الهرمي للمؤسسه ممكن ان يصلون الى اعلى المراكز مدير ادارات وكذا. المجال عندهم مفتوح بالكامل. وزيد والوظيفتهم تبع الصحه لو تبع الجيش لو تبع لا تابعينهم لمؤسسه دبي لخدمات الاسعاف. نعم. احنا مؤسسه منفصله تماما عن اي كل المؤسسات الاخرى. نعم. وهذه المؤسسه صدرت بمرسوم السيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه. وبالتاكيد هم يكون مجالهم مرتبط بالمجال الطبي على اعتبار ان احنا نقدم الخدمات الصحيه ما قبل الوصول الى المستشفى. الاسعاف مو بتاكسي. الاسعاف يعالج المريض ويحافظ على صحته قبل ما يوصل المريض الى المستشفى بحيث انه يسلم المريض المستشفى وهو بصحه جيده. انا ممكن يكون عندي اكبر مستشفيات في العالم لكن اذا ما عندي مسعف كفو ما هي فايده. اكيد كل المعدات الاسعافيه اللي يستخدمونها المسعفين مواد هي نفس المعدات اللي يستعملونها الاطباء. يعني معناته هاي الاطباء مستقبل اطباء مستقبل ودكاتره مستقبل والاستاف اللي تشوفون كل هالعالم هاي كلهم هاي المواطنين كلهم مواطنين. هذا الرقم هاي اللي تشوفونه نقطة من محيط العالم اللي كانوا داخل في المبنى كلهم صورنا لكن ما نزلتهم. بعد شوي حين بنزلكم التصوير وبخبركم السلم الوظيفي من الدراسة من الواحد يظهر من الثانوية شو بإمكانه يكون. أنا كطبيب أنا أساسا طبيب متخرج من كلية الطب أقدر أقارن ما بين فني طب الطارئ وبين الطبيب. ما أقدر أقول إن واحد أعلى من الثاني. أنا أقدر أقول إن هم متوازيين. الناس لازم تفهم هالنقطة. فني الطب الطارئ يستلم الحالة أول واحد يستلم الحالة في موقع الحادث وهو اللي يتعامل معاها لين ما يسلمها للطبيب. موقع حادث أو كارثة أو كارثة أي شيء. أو أي شيء. فدور المسعف هو موازي لدور الطبيب. هو اللي يتخذ القرارات يعطي الأدوية يعالج داخل الموقع الحدث لين ما يسلم الحالة خير إن شاء الله إلينا الطبيب. فهم مسارين متوازيين مو بأن واحد أعلى من الثاني. يعني الدكتور والمسعف يؤدون نفس الوظيفة ما بهذا أحسن عن الثاني نفس الأداء ومتعاون. هذا يكمل ربيعه العام هاي مستجيب النسائي العام يت بيتنا يت البيت هناك عدال الخيم اليزاز وصورناها وكانت في ضيافتنا البنت هاي. السلام عليكم. كيف حالك؟ خبري أول شيء عرفي باسمك. اسمي شمسة حسن فني طبارئ. اليوم بكلمكم عن السيارات الرياضية. نعم. طبعا عندنا خمس سيارات رياضية. هذه وحدة. أوكي. كلهم نفس الوظيفة إلا هذه اللي هي المستجيب النسائي. هاي بس للحريم. الأطفال والحريم. طاقمها كله نسائي. طبعا نستعملها في الأماكن السياحية. نعم. والأماكن الرياضية. زين بنات يا صورك انت راح ما علي خير ان شاء الله بلاش انحرجتي ما شيء انحرج. اقول لك شو بتخبرين؟ بخبرك عن هاي السيارة المستجيب الاول هي تستجيب للحالات الطارئة مثلا حادث يوصلون للحالة يتأكدون من الحالة اللي تحتاج نقل المستشفى يطلبون الاسعاف الكبير نفس السيائر اللي هناك اللي تشوفها الكبار. يعني هاي اول يعني كمقدمه يعني ايوه لان تعرف ان السياره صغيره توصل بسرعه توصل بسرعه للاماكن الحوادث حتى المرضيات يوصلون. نعم. يعني
سيارة الطبيب يكون فيها طبعا دكتور مؤهل انه يعطي أدوية ومرخص انه يعطي أدوية، ويستجيبون للحالات الطارئة بعد. وهاي السيارة سيارة الأزم، سيارة حتى بتكون للمناطق الوعرة. الحين تعرف يعني ما شاء الله حتى استوت منطقة حيوية ما شاء الله. نعم نعم نعم، هاي الاسعاف خاص حق حتى، لا تقولون ما حد قالكم ها، فرحوا يا هل حتى ما بتتاثرون، عدنا تدونوا لانه وانتم سالمين توصلكم وبسياره مخصوصه لكم. غاوي فن هل حتى بكبرهم فنانين، اي والله يستاهلون كل خير، الله يحفظها من دار. نسيت اسمك. اسمي عاشه فولاد، فني طب طارئ متقدم. ما شاء الله عليك عاشه. الدكتور مسوي برنامج، شو تسوين انت الحين؟ صور سيلفي. بعد ما اقول عن شيء انزوج، اقول لك هذا بعد سيكل مال اسعاف. ايه سيكل صدق والله، حق المناطق الجبليه هذا السيكل مسوينه. وهاي الدراجه صديقه للبيئه، يعني ما تشتغل بالبترول، ها بالماء كهرباء بالكهرباء. ترى قاعدين بعد نصنع الحين اول سياره اسعاف كهربائيه في العالم، بنستلمها في اكسبو 2020. نعم. ان شاء الله بتكون اول سياره اسعاف بالكامل بالكهرباء، ما في سبحان الله. بتفكون اللي هي المريض اللي بتسعفونه روحه تعبان صدره، ما تنشفون بترول. وفي عندنا بعد سياكل هاي موجوده غير الجبليه. أه. في سياكل موجوده في مناطق الجي بي ار، في الجي بي ار صح شباب؟ اي نعم، منطقه الجي بي ار والسيتي ووك، على اساس المنطقه تعرف فيها الحركه اسهل. هاي منو يسوق هنا الحين هاي؟ فني طبطار. فني طبطار تمارس على سواقه الدراجه هاي، دراجه هاي ثلاث واير، الدراجه هاي تطلع مسيرات الاحتفاليات على مستوى الدولة، مشاركة ثانية مشاركة اللي هو السباقات الدرجات الهوائية. هي يوم تسوي نعم يوم تسوي مسابقات يكون هات تتبعهن أي حد ولا شياته، وهي سريعة وأيضا ما فيها صوت ولا إزعاج، بالإضافة لتوافر المعدات الأساسية الموجودة في سيارة الإسعاف. مركبة الإسعاف تتواجد في المركبة هاي أيضا، الأشياء الأساسية الشنط المنولية، عندك جهاز وجفان القلب، هي كل المعدات الموجوده في الاسعاف موجوده في البوكس اللي ورا في التريلر، هذا الجهاز اللي يعطي الصدمات الكهربائيه. هي عارف يا ابوك، عارف شايف انه كم ودي السياره هاي والدراجه هاي، من الدراجات اللي تدخل الخدمه بشكل فعال جدا. يعني هل انه موجود حاليا موجوده في الخدمه؟ نعم نعم، كان مشاركاته كان في سباق سيح السلم اللي كان من فتره. نعم. مع سياكل، وايضا كان مشارك في طواف دبي. نعم ما شاء الله، اللي كان مشارك وياهم الاخ سالم عبيد اللي واقف هناك ساكت. ابو عبيد سلام عليك. سلام. كيف حسام؟ احنا صورناك لا هود ولا هدى. لا بالعكس. انزين خبرني كيف قمت انت اصلا؟ صبر صبر صبر، هاي الحين وين ضمك هذا المكان؟ قاعد ربك سبحان الله. ما اقول عنك بتشات، لا بتيس عندها لا تبتشات وياك. ما شاء الله ما شاء الله عليك. ترى هاي كيف كانت الفعاليه هاك اليوم؟ والله صراحه كان صراحه فيها تحديات كثيره. اول شيء طول المسافه طبعا، انت طول المسافه 160 170 كيلومتر تقريبا، انت تتم يالس فيها اكثر عن 3 ساعات. ما شاء الله. لا اكثر ساعات، 5 ساعات. لا اله الا الله، مهلك الصراحه. بس كانت تجربه صراحه ما تنسي، خصوصا انك تترافق اطرافك الدراجين. الحمد لله ما كان في اصابات وايده، حتى لو كانت في اصابات طبعا في اللي هو الاسطول الاسعاف بيكون مرافق الدراجين، اذا ما لحقت على الاول ترى الثاني اللي بيسبق واللي عقبه واللي عقبه. بس الحمد لله يعني السياره لا باس بها، ما تسوي اهم شيء الموارد موجوده الحمد لله، نحن موجودين في خدمه الله. يعلك تسلم، يعلك تسلم. سلم غالي. شو اسمك قلت لي؟ سالم عبيد. ما شاء الله عبيد سالم عرسه. كم عندك من العيال؟ 5. اكبرهم شو؟ فطيم. ما شاء الله، الله يبارك فيها. بلغ فيها ان شاء الله، اول بادي خريجه وعقب عروس ان شاء الله. في حال خلصت ان شاء الله بالثانويه بنيك، هل انت ناوي تخليها تلتحق بالدبلوم هذا؟ ليش لا؟ اذا عندها ميول. نعم اذا عندها ميول ليش لا؟ ان شاء الله. دوري انا اشجعها. الله يبلغ. شو المسار اللي هي تختار انا وياها؟ الله يبلغ. دوري انا كأب ادعمها بصوت الله بغض النظر عن قرار البتتخل. بارك الله فيك وفيها. وياك ان شاء الله. زيد وين بتودينا الحين؟ الحين بنروح فوق طال عمرك، بنشرح لك بعد اكثر عن البرنامج هذا، برنامج الطب الطارئ، طبعا ويا جماعه من الاتش ار ان شاء الله. ان شاء الله. الاخ محمد الحسني والاخت مشاعل. ان شاء الله. تمام؟ من التدريب. من التدريب. الحين انت بتسيرين ويانا صح؟ كذلك الاخت اسماء. زين.
الحين بنصير بنظهر وين بنصير؟ بنصير فوق عند مكتب المدير ان شاء الله. ان شاء الله وين تونا كنا؟ وين كنا هي؟ ان شاء الله. اقولكم هاي ما طاعت تخليني يا رمسوي هي ما شيء وي. السلام عليك. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. كم سنة كنتي الحين عندهم؟ كملنا الحين 9 سنوات. مش كملنا، انتي كملتي كم؟ 9 سنوات. اي الا مع الدراسة من 2008 لين 2019. ما شاء الله عليك، ما يبين عليك هالكبير. سلام عليك اخت اسماء. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الله يخليك. يا مرحبا بام عبد الله. الله. الله يسلمك. الله يسلمك. من ام عبد الله؟ اسمه داد محمد رحيم، رئيس شعبة التعليم المستمر في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. نعم. شو اللي أنتم تهدفون إليه؟ وشو اللي مانع اللي أي شخص ما يقدر يلتحق عندكم؟ شرط الالتحاق شو؟ إنه يكون من مواطني دولة الإمارات حامل خلاصة القيد للدولة. هذا وايد شرط مهم. وثاني شيء إنه يكون طالب ثانوية عامة مستوفي شروط الالتحاق بكليات التقنية العليا. ليش؟ لأن البرنامج في كليات التقنية العليا. نعم. فلازم يستوفي شروط الالتحاق في الكلية. نعم. شو نوع الدراسة؟ شو اللي الدراسة مالتنا في كلية دراسة بكالوريوس طب الطوارئ، بس منحتنا إحنا دبلوم طب الطوارئ اللي هو أبو سنتين. نعم. عبد الله. نعم. أنت شو بالنسبة للموقع اللي أنا فيه هذا اللي هو اللي هو كلية هذا اللي نحن فيه هذا المركز الإسعاف، أنت من؟ أنا أم عبد الله أسمى داد محمد رحيم، رئيس شعبة التعليم المستمر اللي ماسكة برنامج الطب الطوارئ حاليا تحت إدارة التدريب والتعليم المستمر. ومن شروط الالتحاق في الـ 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 الكلية هذه وايد بسيطة، بس يكون من مواطني الدولة. نعم. من حاملي خلاصة القيد، ويجتاز شروط القبول في كليات التقنية العليا، بس لا نسبة ولا شيء. حتى لو ما عنده نسبة هو لما ينقبل في كليات التقنية ويكون هناك خلاص، احنا بالنسبة لنا يكون عند الـ HID. الـ HID هو هوية الطالب، هذا بالنسبة لنا مهم، لأن بعده هو يروم يغير التخصص للي احنا نبغاه. عبد الله، الحين انتو تبون الذكور والإناث المواطنين. صحيح. اللي هم مثلا خلص من الإعدادية ولا خلص من الثانوية ولا خلص من شو تبون؟ يخلص ثانوية عامة ويكون يلتحق بالكليات. احنا برنامجنا موجود في كليات التقنية. متى الواحد يقدر ينتسب عند لكم انتو؟ متى احنا منحتنا موجودة 24 ساعة على مدار العام، بس لازم يكون طالب في التقنية ويكون مواطن بخلاصة قيد. زين، والاختصاص شو اللي بيكون عنده؟ بيدرس فني طب طارئ، دبلوم فني طب طارئ. مدته كم؟ سنتين، وخلال هالسنتين بنصرف له مكافأة شهرية كل شهر بمقدر 5500 شهريا. ما شاء الله، هذا هو طالب. وهذا هو طالب، نعم، ويونيفورم علينا ولابتوبه علينا، بيكون متكفلين 100%. وين المقر؟ في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ورسان 3. يشرفنا في مقر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في ورسان 3، وإحنا بنتكفل بمقابلات فورية وبعقود العمل وكل شيء. في أي وقت؟ ما بلازم في نهاية الترم ولا أول الترم؟ لا 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 لا، منحتنا موجودة طوال العام. يشرفنا، وأي استفسار من له ولا لأهله إحنا موجودين، والموارد البشرية موجودين. أنا مثلا ولدي في السلع ولا في غياثي ولا في الفجيرة، كيف بيوصلكم وشو طريقة يوم يو بيسجل عندكم؟ وين بيسكن؟ وين بياكل؟ وين بيشرب؟ الله يطول لي بعمرك. البرنامج ترى خلال فترة الدراسة هو طالب مش موظف، بيكون طالب مبتعث، فهو بيسري عليه قوانين كليات التقنية العليا، لكن في نفس الوقت بيحصل مكافأة بقدر مقدار 5500. المركز التدريسي عندكم في دبي صح؟ لا، في الشارجة، في كلية التقنية الشارقة للطلاب، البرنامج مكانه هناك في الشارجة. في الشارجة. هل في سكن؟ يعني الحين مدام يدرس ما بتسكنونه؟ لا، بس يخلص السكن متوفر وموجود عندنا في ورسان 3 مجابل المؤسسة نفسها. سكن؟ نعم، السكن مع المواصلات، مع الوجبات الثلاث، مع كل شيء. للذكور والإناث؟ للذكور والإناث، لحالهم رغبوا أن يسكنون في سكن المؤسسة. لكن المواطنين كل واحدة على هوا. على هوا. سمعت؟ زين، الحين انت قلتي لي عن الحوافز اثناء الدراسه اللي هن سنتين. هي نعم. كل شهر 5500. نعم. ترى اول بادر 500 عقب 5000، هل تقولوا ما قلنا لكم؟ زين، بتقولوا خلاف بارا شهر شيء 500 شهر ما شيء. زين، المراد
حين عقب ما يخطفن السنتين بيتخرج وبي عندنا ان شاء الله يتوظف وظيفته جاهزه. شو اسم هالوظيفه؟ فني طب طارئ. شو يسوي راعي الفني الطب الطارئ؟ بيكون مسعف مواطن على اسعافات مؤسسه دبي لخدمات الاسعاف تحت حكومه دبي. زين بنات يا اصورلكن ممكن تنعدالنا تفيزرات هتفيزير هناك تعالي ورا ال تعالي وراي ام عبد الله سامحني بنيات شفت كن يا ساعات ما عندكن شغل قلت شي اسوي حركات وياكن ما علي شي احلى شي عسب الناس تعرف شي ودريسكن زين وخلاف شو اللي بيستوي بعدين الله يطول لي بعمرك بيتعينون على درجه 10 ومعاشهم ترى فوق 20 اللي هو معاش اي خريج بكالوريوس من اي جامعه اخرى احنا نعطيه لخريج الدبلوم 20,000 يعني وفوق شويه زياده نص ربع واحد اثنين زياده ما شاء الله دبغه يعني ما بشيء بسيط الحمد لله هي نعم نعم انت واكرامهم يستاهلوا وتامين وتذاكر له ولاهله واذا متزوج لعياله ما شاء الله هذا كله عندك انت ان شاء الله ما اقول عن شيء توب يا ربي ما شاء الله عليك والله يا عبد الله ثارت شريم الله يطول بعمرك يستاهلون عيالنا عيال زايد هذيل الله يحفظك ان شاء الله ويحفظهم ويرحم زايد ان شاء الله ويحفظ ان شاء الله دارنا حكومه وشعبا يطرح البركه في العيال الصغار والكبار نزيل وخلاص عقب ما يتعين شو السلم الوظيفي احيانا انا عندي اذا هو تخرج دبلوم صح نعم. يبا يكمل مفتوح للمجال مثلا بعد سنه بكالوريوس يبا يكمل ماجستير بعد مدعوم من الحكومه ومن مؤسسه دبي لخدمات الاسعاف ماجستير والمعاش يمشي ما شاء الله في فرق هنا هني بيروح بمعاش موظف اللي هو 20 وساير ما شاء الله مو معاش طالب ايوه ولما يبا دكتوراه اكم انا ام سبع عيال تخرج دبلوم خلص بكالوريوس خلص ماجستير قاعد اسوي دكتوراه تبارك الرحمن يا ربي كم معاشك لا ما بقولها روعت من الحسد ما طلعت خبر عن معاشه وين اللي سجل هذا هو لا حرمه لا تسال عن شيئين عاشها وعمرها لا اله الا الله ما اعرفها ولا الوزن ام عبد الله انت ليش ما بلاس تدريس شارات البنيات الله يطول لي بعمرك انا بديت من 2009 ها كنت لابسه شاراتهن من فني طب طارئ لمنسق في التدريب مساعد مدير إدارة عمليات الحين رئيس شعبة يعني المسار الوظيفي يمشي تبى فني بصير فني وبتستوي رئيس قسم فني تبى تغير لمدى إشرافي إداري مثلي أنا بعد يستوي زي بالإشرافي ما بلازم تتغير لين بدريس بالإشرافي الإداري لا تقدر تلبس مثلي أنا العادي أيوة هي نعم حسب كذا البنيات لابسان كذا وانا لابسه عبادي مشكور يا ام عبد الله حياكم الله وفرصه سعيده سامحينا سوينا وياك سوالف وسلمي على هلج الله يسلمك الصغار والكبار مره ما خصلت حياكم الله وين ساكنين انتم في عمان ما اقول عن شيء احب تتغدون بعد بتصير هناك تريوت على الغداء ولا هي نعم زي ويا الله الله فيها تريوها للتغدون عنها انا خرت اخزي كيف الواحد يقدر يستدل على موقعكم هذا او الالتحاق بالبرنامج صحيح طبعا رحب فيكم عندنا في مؤسسة دبي خدمات الاسعاف تقدرون تفضلون عندنا عندكم اي استفسارات عندكم تبون تشوفون خدماتنا تبون تشوفون تطلعون اكثر على البرنامج تفضلوا عندنا موجودين في الورسان 3 بعد سوق التنين عيدكم يمين خلوه كملوا شوي سيده بعد هيك الدوار بعد شوي سيده بتشوف مبنى عيدك اليمين هني يقدرون تفضلون عندنا قسم اللي هو الاتش ار بيكون في الدور الاول كذلك في طريقه ثانيه يقدرون يطرشون على الايميل اللي بنحطه لكم على ايميل الاخت مشاعل يطرشون ايميل يحطون طبعا الوثائق المطلوبه بنقولكم شو هي الوثائق او الاستفسارات يعني او الاستفسارات على الايميل مال مشاعل اي على ايميل الاخت مشاعل من الاتش ار كذلك اذا عندكم اي استفسارات تحبون تتصلون فينا تقدرون تتصلون على الرقم الموجود على الشاشه طبعا رقم الاخت مشاعل من الموارد البشريه ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين ابراهيم توفيق ابوي وصال بيمول يتريانا بنتغدى هناك بنتغدى بنعيمنا الله خير وبنصلي عسى نتوكل على الله سيد ابوي اذا الشارجه بنصلي المغرب عندهم بنبتدي في تغطيه فعاليات مهرجان الشارجه للاضواء وين اكيد في دبي مول
من المكان اللي لقى تعرف انك في دبيمول، ما يباله لا عنوان ولا علم ولا خبر، لانه ما صار شرات مبنى في الدنيا العودة، اثنين ما صار شرات ابدا ولا بيكون شرات شيء قبله ولا شيء بعده، ولا ظني في الدنيا العودة بيستوي مكان هالنمونة. ودائما دبيمول يجمعك بكل احبائك اللي تشوفهم، اللي شايفينه في لندن قبل ثلاث شهور تلقط ابويه في دبيمول. خلاص الحين انا اربع وراك تصير عني هناك ليش؟ السلام عليك. عليك السلام. تغدى ضربه ولا؟ بالعافيه عليك، متغدي والله. وين؟ عند حمراي. الله يحفظه، رد سلام عليه. في القسم الجديد سايرين نتغدى في مكان معين، مطعم. بنتغدى انا وابو ابراهيم محمد وعبد القادر القائد هي نعم. زين ما زين لبسته خرب الله عبد القادر. وانت ريح ابراهيم، ابراهيم وصل موجود، ابراهيم موجود، لكن انا كانت ريانه هنا وقلت له والله سر ادرس ريانه هناك ادرس داون تاون، ونحن بونا بنسير ادرس داون تاون غير انا ظليت الدرب عشان تبون الصدق. الطاقم هذا على فكره هاي اربع خواب ما بصورك، ما ريولك بيعرف ريولك يعني غير ريولك على ريول الوالد يعني سبع اصابع فيك يعني بيعرفونك، أقلو في سبع أصابع بيعرفونك، من بيعرفك؟ هاي أبوي هاي هنتين هاي هنتين كل هاي كل خوات هاي نمونة الله ما تفرد بينهم بالضبط، وهاي بعد هنتين خوات. إحنا أبوك شو نمونة هذا كله بهذا طقم طقم ما شاء الله على أبوك هابريح كله توم توم الله يحفظه. ما بتعرف ما بتقول شيء؟ هي والله قال لي سكر هاي محسين واحد منهم. أنا زخنا 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 يمي على بنية تعال إبراهيم ودر هن حي واعدنا شغل يا الفضيحة. السلام عليكم. كم استكى أبو تا هلا وغلا جد حالك شو الأخبار إبراهيم؟ الله يسلمك يا مرحبا أبو توفيق الخبير. تعال سلم عبد القادر انت كنت موجود. يلا يلا يا مرحبا يا مرحبا ابو توفيق والله مليون مرحبا. انزين ابراهيم توفيق كيف الحال؟ انا بخير وسال اللهم يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ابو توفيق الله يرحب والله مليون مرحبا سدد. ما عليك زود يا ابو محمد يا مرحبا يا مرحبا ابرك كم ساعه اشوفك والله حتى انا يوم شفتك ام فيري هابي. كل العرب يسالون يقولون لي بلا ابراهيم ماي قايلين لهريجي لازم كل اسبوع تتلاقون له مره ونحن نشوفه من عقب ايكم من لندن حتى ما ياك. عيوننا لك للجمهور يا ابو محمد حاضرين انا للدوام والله بس شغلنا شوي لما نغنى عنه الله المستعان ولا عنهم. The leather he likes, the amber room, the Nurlane side, and he likes which the one better for Khalid? Third side. Khalid. Yeah. So he likes a range of them. Khalid al-Khalidi. Yeah, he likes quite a few of them. I'll show you the color again. So these are the curtains that Mr. Khalid bought. He got from us, and this one is the hood, amber and oud. And this one is region leather. This is leather, vanilla, and patchouli. Yes. سبحانك يا رب. أي وقت تظهر في دبي إن كان ليل نهار فجر العصر الظهر جمالية دبي لا تحتصر على وقت معين إن يعني الوقت الفلاني الواحد بيظهر على كل ما تظهر في أي وقت تي دبي إن كان صبح ليل نهار كل وقت من هالأوقات له طعم وله ذوق وله مضغة وله إحساس غريب. أنا من النوادر أي المكان هذا مثلا العصر وهي أول مرة أتواجد العصر دخلت دبيمول العصر شيء غريب انتابني إحساس سبحان الله يعني كأني أول مرة أدخل المكان ضاري من عقب العشاء من عقب المغرب بين اللذانين أي لكن إن أي هالوقت دبيمول فشيء كان عجيب غريب سبحان الله لا يوصف. يا الله يا رب تحفظها من داء
كل لحظة من لحظات يومك تقدر تستمتع في دبي. بلادنا من بوظبي ليل الفجيرة كلها جميلة، كلها زينة، وكل شيء له طقوس وله أوقات وله، إلا المكان هاللي أنتوا تشوفونه انيت ليل ولا نهار، انيت ليل لو نهار تستمتع بكل لحظة تقضيها في هالمكان في كل لحظة. يعني مربع كبير طويل عريض شاسع يعني يستوعب ملايين من البشر، اني ألف أو مليون يستمتعون في هالمكان، مكان جميل مميز. يا رب تحفظها من داء وتدوم علينا نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين. بعد ليش شو هاي على بكحة فيني ابو محمد شوي تروح وترجع. بسم الله عليك ابراهيم، بسم الله عليك. شو طلبتي لنا؟ طلبت لكم احلى اكل. شو عاد من اول او واحد واحد بسرعه؟ واحد واحد. هي التوماهوك والسيزر سالاد وتشيكن والشريمب تمبورا والكينج تمبورا كمان واللبنيات مزا شو ثاني والتوماهوك والميكس بلاتر. زين تعرفين هذا؟ ما تعرفينه؟ جديدة في دبي. ها؟ جديدة في دبي؟ شفت إبراهيم في إبراهيم توفيق وخالد الخالدي يا عثرت هاوتي جديدة. ما شاء الله ما شاء الله يعني شرفت ومطعمنا نور هليل هليل شرفنا يعني والله. احنا كذلك الله يسلم على راسي من فوق يا رجال راسك احنا كذلك مرات على عمرك شوي شوي انا ابو هذا كله انا ابو ما يسوى عليك خليلها مسكينه بعد لازم نحطها على على راسنا يا رب. على راسي والله على راسي. يلا عاد صور. صورت شكلها هذا الشوسي رهيب. شو اسمه؟ شو اسمه؟ سوشي. وقبل؟ لا شو اسمه؟ ما أعرف عاد أبتدأ نزل. يلا علينا بالعافية. ما قصيتك. ما أريد أنا بس. لا والله علي. والله هاي حلوة. من أروع ما يعني. شو تضارب ويا شو تحين هذا؟ يا هلا عمم. شوفها. جقاوي عاد على شيء هذا. ها؟ على شيء. غاب وسيد الأمور. العافية إن شاء الله. على قلبك يا أبو محمد. شكرا. بس شوية هنتمزمز. العافية. تعشين هذاك العشاء اللي عليه رضوان من الله. أبو خليل. لبه. فنان عشاء. ما شاء الله. غدا غدا. لا هو غدا هو عشاء. هو غداها هو عشاها. لا خلاص عنبوه. إيه نعم. بطيوع. لا عنبو وينك وين؟ بعد بنسير لين الشارجة لين وصل الشارجة ونجلس نحن الله خير خلاص عاد بس كم بنيو إن شاء الله أكلهم لا يعلى عليه. إيه والله حبك وحبك يا خلف إنك تتلاقى ويا أبو خليل. شوف يوم الله يصل لي الشرف أنا تلاقيت وياه. شوف أنت والله ما كذوب ولا بتشوفه كذوب والله ولا بتشوفه ان شاء الله ان شاء الله. يلا ما له احلام السلامه يا خلاص. زين ابراهيم توفيق شو الاخبار شو العلوم ما زين لا تفيل زيرك يا ابوك في النسمو يا ابراهيم الله صايح عليك تفيل زيره وانت كذلك لا حليلي انا لا اللون اللون مع لون الكراسي والله غادي ملكي جزاك الله والله ابراهيم اللون الاحمر وايد جميل جميل مرحبا 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 والله مرحبا مرحبا والله وليس مرحبا عشر مرحبا من سرت لينيد مرحبا بعد المعن السماء مرحبا عد التراب وعد النقيان وعد ما ساوية والعرب وعد وعد كثر من نش ويلس جزاك الله خير على ما قالوا هالرياض عدد من قام وقعد. إيه شوف تخيل يا ابو محمد
مرحبا عد من قام وقعد. لا اله الا الله كم مرحبا. قوم قوم ما شاء الله. ايه والله بترحب عظمك الا انت ونطيبك وحصانك يا ابو محمد. ابراهيم تو حالهم صوروك هالتصوير كله؟ لا صوروك انت. انا ما يخصني؟ انا ما ابين بين هالعالم انت من اخر الدنيا يعرفوك. انت اللي تقول يا ربي ابراهيم العالم كلها تدورك دواره. لا لا ويدورونك انت. انا ما يخصني؟ لا والله لو يبوني يوني بيتي ابوك يونك كلهم جايين الحين صوروك صوروك كلهم. ما هو حالك توقف عند معلم معالم الدولة ودروا المعلم وصوروك انت. انا هي نعم. انت وين عني؟ انا بعيد ابوي عم. والله العظيم يا ابراهيم سويت زحمة. لا اله الا الله. اسميك انت مشكلة مشكلة يا ابراهيم. وجودك الغالي ما اقول عنك شيء. الحين انت واميتا بتشا نفس الصيت. والله انت واميتا بتشا مبنى. السلام عليكم خالي. اليوم واليوم ولا يوم بحر. كم يسوى لمسميات الشوارع في الشارجة؟ شارع بيروت، شارع دمشق، شارع لبنان، كلها شو بقولكم؟ كلها أجواء البلاد اللي تظهر فيها الخوخ والرمان. كلها بلادين أبوي الخوخ والرمان والمشمش. يا سلام سلم. بقولكم شو متى وحالهم يتنقون هالأسامي الجميلة؟ شارع حلب. حلب والله كو. وين؟ آه هناك هذا عند الشارع هذا شارع حلب. عارف الشارع هناك اخر الدنيا وين تقرا؟ هذا هني شوفها مني من عندك. ها محيصنة؟ لا حلب. وين؟ بيضة قدام محيصنة. هي 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 انا ابو عينك جابت اللي هناك. الله اكبر. قول اذكر الله. والله تذكر الله ابو محمد. اما انتك الله ورسوله تذكر الله. تخيل والدك تخيل والدك ابو محمد. محمد بديت قلبك والله تذكر الله ابو محمد. اذكر الله يا اخي ابراهيم. اقول لك النظر بروحه عندي تعبان. اذكر الله. وين اذكر؟ والله يلا عاد. لا والله تذكر النظر تعبان. هايك اليافطه كيلو تبعد عنه. مش كيلو قريبه لكن انت ابوي النظر عندك تعبان لكن اذكر الله. والله ابو محمد خيلك بزين. انا اخوك الصغير اخوك المسلم. اذكر الله شوفي. زين الإلاف قريشين إلافه. لا استغفر الله العظيم. قول اذكر الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رسول الله. جزاك الله خير. وبعدين؟ بس ولا أبلين أبو محمد. جزاك الله خير. الله يكسر وهلب. حسن سلام عليكم. سلام ابو محمد. كيف حالك؟ بخير ربي يعافيك. كيف انت سعيد؟ الحمد لله. والله مرحبا بحسن. نورت نورت. الله يسلمك حسن. ضروري تخبرنا اول بعدين الحين في وين احنا؟ شو هالموقع اللي في بلديه الشارجه؟ هي نعم. هنا كان الافتتاح تاريخ 6 يوم الاربعاء. نعم. بحضور ولي العهد سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه. ومراويك الشو احنا هنا حينه ان شاء. نعم. الله وراوي التابعين ان شاء الله. هل هذا المكان هو اللي ابتدى فيه العرض؟ اللي الافتتاح كان الافتتاح كان في هالمكان. في المبنى المبنى عباره عن شو حينه؟ حاليا احنا في بلديه الشارجه وهو المكان الرئيسي الافتتاح اللي كان فيه يوم الاربعاء الماضي تاريخ 6. وان شاء الله الحين بنشوف الشو وياكم. العرض يوم ابتدى تاريخ 6 شو كان عدد الحضور؟ كان شوف اصور المكان هنا. نعم. كان فل من غير اللي برا كانوا موجودين. ما شاء الله. إيه. ما شاء الله. يعني هالمكان كله كان مبزور. كان ولي العهد حاضر سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه. ايه وعدد من الحضور والشيوخ كانوا موجودين. هالمبنى متى مخدوه متى جهزوه؟ هذا المبنى جديد. كان المبنى القديم كان في منطقه ما يحضر لي الاسم المناخ اتوقع. وهذا المبنى في المصلح. هذا مبنى جديد تقريبا ما صار له يعني اكثر من 5 سنوات. ما شاء الله. ايه. كل مباني الشارجه ما شاء الله كلها على الطراز التاريخ القديم. سبحان الله. دقيقتين ونص.
دقيقتين ونص بيبتدي العرض. العرض التالي حين بعقب دقيقتين ونص بتشوفون شيء مميز، إبداع في مدينة الإبداع، في شارقة الحصن الثقافي، بلد الجامعات، بلد الثقافة، بلد النور، الله يحفظها من دار. أخ عبد الرحمن كيف حالك؟ الله يجمل حالك. كيف أنت؟ خير ونعم الله يعزك. عبد الرحمن تعتي وراي طرف هذا هي حق الطالعة. أيوة نزيل. الحين المهرجان هذا متى ابتدأ؟ ابتدأ في 2011 فعليا، كانت التجربة في 2010 ولكن ابتدأ في 2011 فعليا، ومن هايك السنة لين اليوم صار لتسع سنين ما شاء الله. وكل سنة بفكرة جديدة، بهدف جديد، بمواقع جديدة، على مباني جديدة. السنة كم موقع؟ العام بين الفرق مقارنة بين العام والسنة تقريبا السنة 17 موقع. العام؟ العام كانت أقل. السنة يعني اللي يفرق فيه بعد في كلبة وشي في خور فكان. في الخور في الحمرية نعم. ما شاء نفس الفعالية. 13 موقع في الشارجة، في إمارة الشارجة داخل، والباجيات ترى موزعات برا. في كلبة وخور فكان وفي الحمرية. تبارك الرحمن. باجي ثانية بيبتدي. على أنغام الموسيقى. عرض حي، عرض يخليك ما تقدر، يربط لسانك، ما تعرف شو تشوف، ما تعرف شو تشوف، شو تخلي. سبحان الله سبحان الله. جدار صامت
ينطق جدار يدار. هذا كل مبنى عبارة عن يدار طابو خرسان. سبحان الله بالإضاءة ينطق بالأضواء. شكرا حكومة الشارجة. السعيدي بيه وين ساير ابنه بالله عليك؟ طال عمرك بنراويك اول شيء ابتسم انت بالشارجة. زين صدق جداي انت بكبرك صدق جداي. زين ابتسم انت بالشارجة. هي نعم خلاص بنسير على البحيرة نراويك واحد النخيل اول شيء. هي النخيل بعدين نراويك اللايف شو للعام النارية والكرنفال. زين شعلي حلا مفاجأة. زين شعلي كم يبعد الشارجة كم موقع فيها؟ نحب تودونا كم موقع الحين؟ الشارجة 13 موقع. وبنسير نحن نحاول قدر المستطاع نوديك الاماكن اللي كثر ما تروح. كله غاوي كله غاوي دامه في الشارجة اكيد غاوي. بيني وبينكم العرض ما بيني وبينكم بيني وبين الدنيا كلها يعني كذا بخيبة. شفتوا الشيء اللي انا حين شفته في بلدية الشارجة؟ شيء مهول. ان يدار ينطق يدار مسلح يتكلم هذا شيء قمة في الابداع. جزاهم الله خير القائمين على هالعمل عمل مميز يباله تيلس للعرض من اول لين اخره. غير نحن الله يحفظكم ورانا جاي من مدى ورانا مدى وقالوا لنا بخبركم الشيخ خيبه من ضمن الدعوه انه قالوا بنحجز لكم في البيت هالفندق اللي مسوين عباره عن البيت فندق البيت جديد لكن عندنا التزامات باكر فلذلك سبحان الله يعني ما ربنا ناجل التزامنا ولا الشارجه هي المبدايه. لكن ان شاء الله ثاني مره بنسوي اي منطقه معدله مرتبه باي شيء ان شاء الله اخير. لان وصل الداعي متى؟ قبل يومين. على هالاساس انا اقول اي شيء في البلاد فافضل اي الخبر قبل الحشر بعشر. كل شيء منسق له من قبل باسبوعين او باسبوع او عشرة ايام يكون الانسان يعرف الليل واللي شيء من الاشياء ما تتاجل. فهام مني والله غامضني ان العرض هالجميل يعني يباله على الاقل لمال بلديه الشارجه ما يسد حتى ثلاث ساعات والله انك تجلس فيه. شيء جميل يعني. بتخبرك الهاشمي. نعم. اقول لك يبتدي متى ومينتهي متى العرض؟ العرض يبتدي يا طويل العمر من 6 المغرب. نعم لين الساعه 12 وله بريكات بين كل عرض وعرض. في بريك 5 دقائق ويرد يشتغل العرض مدة 15 دقيقة. ما شاء الله. وأوقات الصلاة طبعا يوقف العرض وتوقف الموسيقى وكل شيء. هذا زي هذا زي إن شاء الله بإذن الله بنحصل له فرصة ثانية نكمل كامل هذا لازم. لين زين لمدة كم من يوم؟ لين تاريخ 16. ما شاء الله ما شاء الله. شو مسوي خير مس رمس المبلغ لين نوصل؟ سوي طال عمرك النخيل هنا مزينينه بالأضواء الشارجة تقريبا فوق 330 نخلة. نعم. تقريبا مليون ليت تقريبا LED. ما شاء الله LED هذا ما يصرف فيه كهرباء. لا ايه LED ما يصرف فيه كهرباء. التوفير اي والله هذا الزين. المنطقه كلها نخل مزروعه. نعم مسوي لها الاضاءه. هي مسوي لها الاضاءه شيء جميل. الحين بنوصلها مره بتشوفها. 330 نخله كلهن ابوي مبجس نخل كبار وافيات ما بعواوين. لكن اظني بهم 5 أو 6 سنين بيستوون من فصيلة العوان. اظني كم مليون ليت بالله عليك؟ مليون و200 تقريبا. مليون و200 الف. منظر جميل منظر جميل. إنارة تاخذ العقل تحرى عرس الشيوخ. ما شاء الله تبارك الرحمن شيء جميل. مسجد النور ما شاء الله حلو. عليه تشوفون بعد مسجد النور بعد عليه إضاءة مسوي له ما شاء الله. بحيرة مهرجان الأضواء يعني هذا مهرجان الأضواء. ما في مبنى مو بنظر. أعطيك معلومة أبو محمد عن هذا. تفضل. هاي وحدة فرنسية كلمك اخوي عصام على الفنانين وهاي. نعم. الفنانة فرنسية عمرها 25 سنة. نعم. ومبدع من يعني صغر سنها شغالة من زمان يعني في هاي في الرسم. سبحان الله. مبدعة سوت. نعم اسميها مبدعة مبدعة. هاي 25 وشي سوت؟ هم بتسكر 40 شو بتسوي؟
شاء الله عليها الله يحفظها. قلت ما شاء الله عشوب أحب أنضلها. هذه بوية قهوة شعبية، أقدم قهوة شعبية بحياتي شفتها، جايينها يوم أنا عمري 13 سنة، كانت وما زالت في نفس الموقع. هاي القهوة الشعبية غير الأول، ادعون عندي تصوير لها فيديو يوم أكثر من 35 سنة. هذا المبنى عندي فيديو كامل لها. يا ربي يا البحيرة يا معيت وامطرت، يا ما صالت العرب ويالت على ضفاف هالبحيرة. أول حكي نافورة في النصيفة. إيه بس أنا بندع عشان العرب الحين بشوف العرب. تحرك تقول بندع عشانكم. والله نزغل. أنا أبو. وسائرين الحية صدياي. سائرين الواجهة المائية واجهة المجاز فيها ثلاث عروض، الليزر والكرنفال المائي والألعاب النارية. أنت هرك تليفونك طالع صخ. من هالك كثير يدقدق لك. من عقب تصويرك. نزيد صدق ودر التليفون انا ابو نحن نرمس الحين وياك بكلم على سبيل ما نبغى نحن هذاك نبغاك انت ترمس. اقول لك العرض هذا اللي في الواجهه البحريه من متى لين متى يبتدي؟ 8:30 لين لين 9:15 تقريبا بس للالعاب الناريه انا اقصد. هاي وقفت سياره الجماعه، هاي سياره نحن يدورها بارك. هذا شو نسيت اسمه؟ ما عارف مسير عادي ما اعرف شو في وين. نحن الحين على بحيره الشارجه واجهه المجاز. هالمكان متطور؟ نعم هالمكان عقب ما تجدد انت طبعا انت تذكره تقول لي من 17 سنه ما يجي الشارجه. 27 سنه ما يجي الشارجه يا ابويا. وين عاد الاول وين الحين؟ ما شاء الله وايد اشياء متغيره. وهذا عقب ما تعدل المكان وضبط هو بخبرك على فكره ممشى طيب ترى الموقع حاله الحين احنا نمشي فيه هي. ما كان عادي الأول قبل 25-30 سنة ايه؟ ما كان عادي، كان من مواقع الوايد جميلة المميزة. هي والله كان موقع مميز، وهاللي تشوفه ما بشيء ما في إضافات زيادة من 27-25 سنة، شيء بسيط الحين الفرق. اللهم إنه تغيرت نوعية الباسكو، تغيرت نوعية النوافير الصغيرة مثل ما هي، حجمها مثل ما هو ايه؟ ما في شيء اختلاف يعني ملموس، لكن اللهم الحياة تطورت والشارجة زانت بزين حكومة وعيالها وجهود ما شاء الله للمواطنين والموظفين يعني نعم. الله يحفظ الدكتور وعياله ويحفظ إن شاء الله هلهم وكل من يحبون ويودون. نعم لذلك الحمد لله تلقط الشارجة دومها مشرقة، الشارجة دومها مشرقة. نعم هالبنايات اللي أشوفنا الحين هنا هالأبراج والله يا ابوكم ما حيد الا برجين هني قبل عاليه القهوه الشعبيه، برجين ولا فيهن كهرباء ولا فيهن شيء اصلا، بس برجين قبل اظني 27 سنه او 30. وعقب سبحان الله شوف شوف المنظر الابراج. يلا يا هي زيره زيرتن وحده والله يا ابوكم قبل 27-25 سنة ما شيل لبرجين هني، واحد منها الحين مظلم من تحت دكاكين فيهن كهرباء واللي فوق ما شيل كهرباء. شوف سبحان الله شوف سبحان الله شغلة الدار. يا الله يا رب تحفظها من دار، على الله يحفظ الحكومة يحفظ حكامها هالدار اللي جلبوها فوق تحت قدة البلاد. هالجماهير هالعالم اللي تشوفونهم جايين يتفرجون على الألعاب النارية، الحين بيبتدي عرض الألعاب النارية. تقريبا عدد الزوار ما يقارب 12,000 من الفارغ. ما شاء الله ما شاء الله. هذا العرض أنا شفت شراته في طوكيو في سيلاند. سيلاند عندهم شيء، عندهم نفس هذا العرض. حيد إبراهيم. أبوي حيد إبراهيم العرض في سيلاند كان وايد حلو صراحة. هاي نافورة شارجي أخبركم عنها قبل شوي فرحة شغالة عاد. الأول كانت شوية ها صحتها النافورة الحين إلا ضعفت عيزك. إيه وحليلة كم سنة شغالة. إي والله حق العرض
أكيد أكيد العرض غير من على بحيرة حياة الشيخ خالد، أكيد غير غير ومميز بعد. خلكم أبوي أنتوا جالسين في البيوت، الشارج أبوي ما شاء الله تلض تلض من الإنارة وتلض أبوي من الليتات والدنيا والفعاليات الغاوي الجميلة، وطحب الله عليكم الشارج. والله يا أبوكم لو حد مصورنها مرمني إياها والله أني ما عرفتها. والله هل يشوفون هل يصوركم إياه من مدة ما كان شيء موجود منه. يابونا من فوق على هالبلكونة اللي هو فوق هالمكان يكون أخير تخيل. اللي يميز الألعاب النارية على بحيرة حياة الشيخ خالد أنها مدتها 40 دقيقة، لكن على أوقات متفاوتة بين فترة والثانية، ما يكون 40 دقيقة متواصلات شرات شيء من البقع. قالوا والله 40 دقيقة حطوه انسمته 40 دقيقة، اللي ما اللي لحق لحق واللي ما لحق بويه أي بكرة. يا غير ما شاء الله فطانة هل الشارج وينبونهم حد يرم عليهم، يخلون بين العرض والعرض 5 دقائق 10 دقائق. هيا ها تيت الدنيا. هذا يقول لك روح الانفجار يا ابوك يجلع الصرم. بين الالعاب النارية يكون في عروض ليزر وعروض ايوه، يعني بين كل عرض وعرض يكون فيه فعالية مختلفة. يقولون ان هذا النوع من العاب الليزر الالعاب الناريه متداخله وياها الالعاب بطريقه الليزر، فنوع الدقه اللي هي موجوده مش ما كد انعرضت في دوله الامارات ولا في العالم، من اوائل البلادين في الدنيا اللي يعرض فيها النوع هذا من الالعاب الناريه، الصوت مع الليزر مع الاضاءه مره واحده في ان واحد. يقولون هالشارجه ما شاء الله سباقه في عمل الاشياء الجميله والمميزة. يا سلام يا سلام. على فكرة هاي أول سنة تقام الألعاب النارية على بحيرة حياة الشيخ خالد يوميا، يعني عادة لا في تلف الزمن ودي الحين يوميا يوميا طول أيام المهرجان مهرجان أضواء الشارجة طول المدة طول المدة من تاريخ 6 إلى 16 11 يوم بالتاليات. كم بطالة ومصورت شرق غرب ما رمت أصور شيء جميل. شوف الليزر هنا
غلطان ابوي اللي يصير باريس واللي يصير ليون. عيون ابوي عاصمة الثقافة. الشارجة ليون عاصمة الإنارة والإضاءة والأشياء اللي هنمونها. لا عيون ابوي الشارجة ابوي يعرفون وين عاصمة الإضاءة. مهرجانات الإضاءة ما أتوقع في أي بلد حتى لو أنهم هناك يقومون هالمهرجانات من عشرات السنين، مستحيل أن يجيدون مثل ما تجيد إمارة الشارجة، مستحيل. قايل لكم مميز يا ابوي تعالوا الشارجة، تعالوا الشارجة، وادروا عنكم اليلسة، وادروا عنكم المولات، تعالوا طمشوا، شوف الحياة، شوف الشارجة شو غادية تلض بكبرها، تلض تحرى عرس الشيوخ ما شاء الله تبارك الرحمن. الصري ولا الإنارة ولا كل شيء، كل على ما تشوفون ما في الحاضر بل شيء يسلب الأنظار يلسين في البيوت صبح ومساء. تعال الشارج ما يستوي عليكم، ترى تحرون بعيد هذا، ونحن واصلين المغرب ولحقنا على الدنيا كلها. ها حد منكم شاف هذا الشيء كله اللي نحن نشوفه؟ تمون تله في البيوت 24 ساعة في البيوت ولا في المولات ولا في القهاوي، ظهروا تنفهوا. حد العرب غير نمونة الدنيا. والله الليل انجلب نهار، الليل انجلب نهار. يا سلام سلام، يا حافظ يا حفيظ، يا حافظ يا حفيظ، يا حافظ يا حفيظ، يا سلام سلم. ما كذب اللي قال شيء ابداع لا صار قبله ولا بعده. شفت البحيره ايش قايل؟ شفت البحيره انجلبت نهار يا ربي. الحق 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 الحق. لا إله إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صدقهم يوم قالوا أصوات مميزة، قالوا بتسمعون أصوات أثناء النارية هذه ما سمعتوها من قبل، توقعت إنهم يبالغون. والله البنايات كلها نيرتين. المكان اللي نحن فيه مطعم الفنار البحيرة. وهذا شو سامانهم الحين يابينا؟ تعال شو اسمك؟ تعال معلم، تعال حبيبي. هذا شو يابينا الله يحفظك؟ هذا شو؟ هاي اسمها صنيد فوالة. هي هذا باللي قيمات. هي فرني عروت خبيصة عصيدة تمر. ايوه عصيدة التمر بعد ما شو اسمه هذاك الابيض؟ هاي فرني. فرني لحظة وينك؟ تعال ياي. شو اسمه؟ فرني ان شاء الله. فرني؟ فرني 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 فرني. لا عيب، لا تقول هالكلمة. فرني. لا يا وين لايف؟ احنا لايف. هي عيش. الله يخليك. لا يا رجل ما شيء، يعني بعد دورها من الله. فرني فرني فرني. هي ايوه بالفتحة بالفتحة افتحها فرني. ايوه مرة ثانية فرني. يا رك الله مرة ثانية لو سمحت. وين يفرك؟
فرني. لا فرني. فرني. أيوة. لقد أصبت الهدف. آخر مرة. فرني. يا رك الله يا رك الله. تفاجأت. تعال. شو اسمك؟ محمد أبو تريكة. حفيدي سعر أبو تريكة. ها؟ محمد أبو تريكة. أبو تريكة. محمد أبو تريكة. محمد أبو تريكة هذا لاعب. لاعب مصري. زين. أوكي. ها وأنت؟ وانا ان شاء الله مصري الحمد لله. لكن مش لاعب. لا مو لاعب. زي قول فرني. فرني. استعيت من اسمه. تعال ابو تريكة. شوف قلنا لك الحين شو العدل. تمام. وشو الزين. وشو الفنان. وشو اللي يبغي له اضافات. وشو اللي يبغى له تعديل. قلنا لك وين تسير. وين تعرف. وين تدخل. وين تسوي جوجل. شكرا. وكيف تدخل على اي حساب. وتشوف الخطأ ويتصلح. عندكم شيء بسيط ماخذي شيء بنا شيء لا يذكر في خطأ في العيان في طريقة العجل. وإن شاء الله بتدخل الموقع هذا اللي خبرناك عنه تصيب الهدف في أبو تريكة. نشتغل على الموضوع وإن شاء الله زيارة جاية الموضوع بيكون أحسن. زين قول فرني. فرني. شكرا. بعد الاستمتاع بهالعروض الجميلة على بحيرة حياة الشيخ خالد يعله الجنة بنتوجه الله يحفظكم حاليا وين؟ الأكاديمية. أكاديمية الشرطة. أكاديمية الشرطة في مدينة الشارجة الجميلة. أكاديمية علوم الشرطة في إمارة الشارجة الجميلة. إن شاء الله نحن والجماعة كلنا. إبراهيم لبه. وين بسير؟ أكاديمية الشارجة. هي شوف العروض هناك يقولون عروض حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. متميزة. نزيش علي. شكرا يا ابو تريكة. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا يا ابو تريكة. شو اسمك؟ شو اسم الرياح؟ حسام السعيدي. السعيدي. اقول لك لو احيت شي فندق يسمى فندق سبع. وينه؟ ما لحق علي صراحة. لا صدق والله. والله ما لحق علي. فندق على الدين. على الدين هناك على البحر. موجود؟ وين الفندق العوي؟ فوقه شيء بالتلفانوس. ايوه. ما زال؟ لا لا خلاص. منو شله؟ منو شله؟ صار دهري صدق والله؟ أميضة علي. لكم يتنا معلومة عن فندق سبع سنة 1980 كانت ليلة بثمانين درهم والريال اللي طر ستين بعد بعد رفعتها 20 أنا وكتب 60 زين 60 درهم سنة 1980 أو شو بعد قال؟ هي يقولها وأنها بيندبلي صورة حين صورة الفندق وبيطرش ان شاء الله عاد اروم الحق عليه يطرش لان هاي مو بيظهرها وخلاف بيصير انا ما ضايفنه. هذه الله يحفظكم بدايه ومدخل المدينه الجامعيه على ما تشوفون. هاي تاسست في سنه 97 سنه 97 تاسست. شو هاللي تشوفون الحين النخيله فيها؟ ايه 700 نخله. 700 نخله على اليمين واليسار. اليمين واليسار تقريبا فوق مليون جمعه. الليتات اللي هي اللي ضاعها. الليتات اللي فيها تقريبا ما يقارب المليون ليت. والعروض اللي داخل المدينة الجامعية عندك أكاديمية العلوم الشرطية. نعم. وعندك الجامعة الأمريكية. كلها مسوينها بال. والقاعة قاعة الجامعة. أيوة. الحين حاليا سايرين عند أكاديمية العلوم الشرطية في استقبالنا رئيس هيئة المال التجاري سعادة خالد المدفع خالد جاسم المدفع. هذه أكاديمية العلوم الشرطية. وصلنا الحين هذا سيرنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شحالك الله يحفظك. كيف انت؟ نورت الشارجة. الله يسلمك ويبارك فيك. كيف حالك؟ كيف انت؟ الله يسلمك. مشكور على تلبية الدعوة. الله يسلمك ويحفظك ويبارك فيك. ما شاء الله متألق ولك جمهور كبير. جزاك الله خير. الله يسلمك ويطول عمرك. فرحنا بهالجاي. فرحنا بشوف هالاشياء المميزه يعني اللي تثلج الصدر يعني بيني وبينك. بالعكس نحن نتشرف بوجودك ونشكرك على تلبيه الدعوه هذه ونتمنى ان شاء الله دوم تكون ان شاء الله ان شاء الله ما عنكم غناية. الله يحفظك. الله يطول. سعاده خالد جاسم مدفع. الله يحييك. حبابك الله يسلمك. زين الله يبارك فيك. الحين هاللي نحن نشوفه هذا شو من مستوحى
هذا الله يسلمك. شو المقصود به؟ نحن الفنانين كلهم اللي يتعاملون ويانا عالميين، ونحن نعم. نحاول كذلك ننقل الخبرة، نجيبهم هذيل يعلمون عيالنا هني نعم. في البلاد في الإمارات، وفي عندهم أكاديمية وايدة كبيرة يعني على مستوى العالم في فرنسا، وإن شاء الله إن عن قريب يكون في يعني برامج ندرب فيها يعني الكوادر هذه والشباب المواطنين نعم. يتعلمون الفن هذا، لأن الله. المباني الله يسلمك هذه مثل ما تشوف المباني بحد ذاتها هاي تساعدنا على أن نسوي مثل هاي التصاميم الفنية الإبداع، كل هذا موجود الحمد لله موجود، ولكن لازم الواحد يعني يبادر ويبدأ يعني يفكر بهاي الطريقة الإبداعية. الحين هذا اليوم نحن في كلية العلوم أكاديمية العلوم الشرطية، هذه طبعا من أجمل المباني بالنسبة لي أنا كذلك أشوفها، لأنه من غير العرض عندك الانعكاس، لو تشوف على الأرض إيه؟ إذا تشوف الانعكاس، انعكاس الضوء على الرخام على الأرض هنا. هذا روح ثلاث مباني مو مبنى واحد، عندك على اليسار مبنى وعلى اليمين مبنى ثاني، فالعرض متكامل والحمد لله الناس وايد تحب المكان هذا. المدينة الجامعية بعيد عن الإضاءة إيه. الضوضاء المدينة إيه. أتوقع أن أصبتوا الهدف في الموقع هذا إن شاء الله. الحمد لله هاي ثاني سنة نسويه هنا في الأكاديمية، ما شاء الله أعداد وايد كبيرة اللي تي هذا المكان، هم يعني يتوقعون أن شرطة وغيره أن ما يقدرون يدخلون، ولكن بالعكس يقدرون يدخلون وكل حد يرحب في الناس. الموقع مفتوح يعني مفتوح نعم، من بعد المغرب يدخلون هني ومقاعد موجودة، يكون عرض موجود والكراسي موجودة، كل شيء بي من داخل إمارة شارج ومن خارجها، من خارج من أي مكان يكون موجود في هالمكان، في هالمكان أكاديمية العلوم الشرطية من المغرب لين الساعة 12 لين 12، وكل المواقع عندنا في 17 موقع في الشارج، حتى المنطقة الشرقية فيها بعد نعم. اللي هي خرفكان ودبل الحصن وجلبة والحمرية كلهم فيهم مواقع ما شاء الله. هي لأن نحن يعني نقدم الإبداع هذا لكل يعني مدن الإمارة ولكل دولة الإمارات، واللي كذلك من خارج الدولة يستمتع بهذه العروض المجانية. سبحان الله المجانية شيء جميل والله والله يا أبو جاسم إنها شيء جميل وملفت للنظر يعني. أنا ما شفت يعني بيني وبينك الله يخليك بيسلمك، هذا من دوخك سرنا بمبنى البلدية يعني مبنى البلدية شيء يعجز اللسان عن وصفه. سمعت شيء غريب عجيب يعني سبحان الله جدار ناطق. الحمد لله نحن يعني جزاه الله خير صاحب السمو حاكم الشارجة يعني لو تشوف الطراز هذا اللي موجود نعم. في التصاميم في العمارة يعني بنفسه هو يتابع ويعرف تفاصيل كل مبنى في الإمارة، يعني مبنى البلدية من أجمل المباني. هنا شفت الواجهة يعني ما شفته في النهار. لا والله في النهار بعد يعني من أجمل المباني، ما بالك في الليل يوم تضيف عليه بعض الأفكار والإبداعات والتقنيات هذه الحديثة الإضاءة وغيرها، يعني شيء مثل ما نقلت أنت وما جربت اليوم. هي والله شيء والله بيني وبينك لو ما كان الوقت كان ظننا لو بيلس من المغرب لين نص الليل يعني كان ما ينشبع منه. احنا نتشرف بوجودك الله يخليك يطول بعمرك ان شاء الله ان شاء الله الجايات اكثر ان شاء الله. الله يسلمك الله يحفظكم ان شاء الله ويطول بعماركم ويحفظ الشيخ ان شاء الله آمين. سلطان بن محمد الدكتور ويخليه ويطول بعمره امين جزاه الله جزاه الله الجنه على كل اللي يسويه. نعم اماره الشارقه تستاهل منه هالمجهود العظيم الجبار. الله يطول بعمره ويحفظه ان شاء الله. طب هاي البنيه شفتها ها شو ها مكراع زين هاي مكراع تدري شو اسمها خبر عن اسمك اي خبر في لندن سالتك عن اسمك وقلتي لي عن اسمك وروعتيني اسمك كان يروع تدرون شو اسمها هم بحياتكم سمعتوا حد اسمه هم والله اني اتحرها تمزح هم معرسها لا اكيد ما بتعرسي يوم الاسمك هم انا ابو لا يحملون من كل يبي يتصور احنا الكوميتي الكوميتي شو يعني؟ يعني اللجنة يلا موقع الفود ترك مالهم الفود ترك عبارة عن شو؟ شو يعني هذا الفود ترك يا طويل العمر عبارة عن عربات تقدم وجبات خفيفة نعم المارة هنا في قرب المدينة الجامعية وهاي ثالث سنة له ما شاء الله من استوى هي نعم هاي ثالث سنة من انشوه زين 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 من فرنسا يسلمون عليه من فرنسا ولدي يسلم عليه يعني الله يسلمه ويحفظه حميد ما شاء الله الله يحفظه نعم سلم على مترقي من مكة مترقي في مكة تدعي لنا يما يدعي لنا بطوط العمر والعمل الصالح والجنة
وكل شيء. اي والله بارك الله فيكم ما شاء الله كل كنجوري كل كنك صار ما وحده فيكم مترين ولا متر ونص حب حوب حب حب الحين داخل الموقع نحن هذا الفود لترك مالهم عبارة عن جميع العربات وداخل خلق اللوم ما خلق في نص هالمكان هذا الموقع شو اسمها نحن شو اسم الفريج هذا نحن اللي فيه المكان مدينة الجامعية والله هذا كله ضمن المدينة الجامعية محمد شيء عرض هنا فاعل المدينة الجامعية وين هذا هناك سناي بي من هني الإنارة أيوة تبارك الرحمن انت الحين اخاف ان صورت خلاص بيواجعوني هل بيقولوا قولوا لازم تشيل صورتها الحين انت موافقه ولا مش موافقه قولي تراها موافقه ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظها روح قالت موافقه اني انا اصورها يا زي صوريني يا ربي من 31 بين مطعم وكوفي 31 العدد بين مطعم وكوفي كل ابوي اداره اماراتي شاب واعد طموحه الله يوفقهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبون نظافه المكان نظيف كريم الجو هادي صاله العرض هذا ابتدى العرض في هذا المبنى هذه قاعه المدينه الجامعيه شوف الاناره اللي عليها الاضواء يقولون مدينه الاضواء حاليا الشارجه يعني يقال أنها مسماها الحالي مدينة الأضواء شو السبب؟ لأن جميع المباني كلها عليها شغل فنانين ورسامين جايين من شرق الأرض ومغربها يبرزون كل وأجمل ما عندهم من تصاميم إبداعية في هالمدينة الجميلة يا الله يا رب تحفظها من دار وياي تعب عب أصور وياك لكن لازم تقول شو اسمك؟ محمد يوسف منو؟ محمد عيسى محمد عيسى أي صف يا محمد؟ سابع شاطر ولا عادي؟ شاطر قل والله والله الله يحفظك حبيبي فود ترك هذا كل المبنى الموقع اللي تشوفون الجميل متواجدين وفاتحين من الساعة 4 لين الساعة كم؟ لين 12 لين 12 في الليل إبراهيم ترى من الساعة 4 العصر لين 12 في الليل هي نص الليل هي. كان شرح حلو هي والله شرح ونفع تحس كمية أكسجين نظيف هي والله والله تركات وأكل مميز عندهم كوفيات مميزة أسامي معروفة وشيء أسامي عالمية على فكرة موجودة عندهم شيء جميل يعني لكن الآدمي يبقى ليه في بيوت ليه في البيوت تم يظهرون وليه حاكرين عمارهم في الكوفيات يظهرون يتنفهون يصيرون شرق وغرب Indian street food كله Indian street food دايبوري What's your name? ألطاف ألترا؟ ألطاف ألطاف ألطاف؟ Yeah. ألطاف ما شاء الله عليك ألطاف 101 Yeah 101 They're the owner صبر Your name ألطاف؟ Yes ألطاف والله you have very good name Yeah thank you so much والله You know سعود قناص؟ You know that? شكرا ما بصورك انت ما بصور حد والله ما اصور صور ياك ما بصور والله ما اصور حد ما بصور منك هاي شنطه صدقين لو تغليل صدقين هي فنانه نعومه هي والله جممت يديبيات هاي مشروع مالك ما شاء الله عليك شو المميز اللي عندك اللي في بنبل بشارع بنبل اللي ما تومتا هنا موجود شو مثل شو الحين بعطيك تجرب عاده هي عادي يعني ايش لا الطاف شو عندكم شو بس مشل بري سبيشل دهي بوري ها this one دهي بوري he is making this one what is it يعني this is with you know the alu potato chutney what's the name for this one this pani puri dahi puri ah pani puri hey تحيدونه it's very famous انت تحب الخبز هي صغير متجر بوري شوف راهي مشهور متجر هنا تحبه في لندن هي البوري بوري صغيروني لا مش البوري هي هي اللي هالكبير لا الغودة هذيك اللي فيها بطاطا لا ده دوسة هي دوسة هذه دوسة فيه دوسة والله والله دوسة فيه
شد وسلم مرحبا الله تتمد واكس هذا بوري هذا لازم على فكرة لازم لقمة وحدة ما يسوى لقمتين ما يسوى انك تاكل على لقمتين لازم لقمة وحدة لكن الكبار والله حد شوي يصهر Altaf, don't say that I didn't say to you. You have to give all the people like this one. Okay? Sure. What's your good name? Altaf. And this one? Dahipuri. 1 minute. What's the name? Dahipuri. Dahipuri. Buruli, li bayi ta'am hada Dahipuri. Wayid fannan. Atkul ma qilt lakum. Hama la banatna mwatnat. Tashji' alhan wa shay fannan wa zain. Lo ma bghaw ba bqul kulla. Marra wahda. يا الله داي حقها انت يا الطوي حقها بسم الله الرحمن الرحيم بعد بسم الله حق الثاني وراها وايد لذيشات ابو نصر مداخل العافيه فتشي يعني مسافه كبيره يعني من تدخل وين وين الاقواس هاي لك وانت تتلي تركات هذي تشوفن وانت تمشي وانت تمشي وانت تمشي مكان كبير يعني كبير كبير يعني وجميل جميل جميل بمعنى الكلمة جزاه الله خير اللي سوى هالمشروع حق هالشباب الناشئين منها يترزقون الله ومنها يحافظون عمارهم عن سيرة شرق وغرب مكان مميز وجميل ونف اللي أهم ما في الموضوع المكان فيه نفاهة يعني واحد ما يضيج بعد شو بعد سبيشال أو نورمال شو اسمك نعم ماينين إيه ألطا يا ركاب نحن ياسين صورهن من هاي أول واحدة مني هاي أمي وهاي أختي وهاي أختي وهاي بتخاف ما شاء الله بردان أنتوا ولا حران بردان ليش ما بلابس كوت ولا شيات إيش اسمك عادة عبد الله عاد جل زعلان تعال عدالي أسير جداك وتطق منك بعد حركات بعد عبودي شو اخبارك شي عندكم مشروع هني ولا انتم بس جاي تكشتون جايين تكشتون شي كنت ايه شو سندويتش شو عاده جاي عيب الرمس بيزات انت كلمه 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 عد الكلمه مره واحده شي شربتوا يا سندويتش الجاي ايه شو كولا ايها بعدين ما قلت لي تعي صف صف رابع زين ما بتخبرني منو ها سلطان سلطان وين ما اعرف شالجه ما شاء وين ساكن في اي مافجه منطقتكم اسمها منطقه جديده ولا قديمه اي صف انت اول ثانوي ما شاء الله عليك الله يحفظك مبسوط في هالمكان شو اللي ما يوزلك فيه خل اللي يوزلك اكيد وايد اللي ما بعايب انك وايد زحمه طوابيه احلى لا احلى وايد لا تتريى لان الشيء الزين يكون فيه زحمه تبي تغدي تدخل مكان ما فيه الا انت لا بس يعني مو بشي زحمه لا لو شيء شوف اي مكان فيه زحمه زين الشارجه ليش فيها زحمه الناس عشان توصل الشارجه تاخذ ساعه ونص ساعه ليش لانها بلد جميله شوارع حزينه مناظرها بنيانها عراقه ثقافه دين أصول نظافة قانون جمال كل شيء فيها زين لذلك تلقط الشارجة زحمة شوف الأماكن اللي من غير أي مكان ما فيه زحمة عرف إنه ما يتشاهد شفت ليش بلادكم زحمة تحل ليش أنا شو قلت عرفت ليش الشارجة زحمة شو السبب لها حلوة حلوة مباني جميلة منتقاه بعناية أنواع البنيان اللي عندهم الحكومة متنقية ديزاين وايد جميل لجميع المباني الحكومية فمستوي شيء جميل من العراق والتاريخ والثقافة والإضاءة فيها الحين يسدك المهرجان اللي أنت فيه مهرجان شو اسمه مع أنوار الشارجة أنوار الشارجة شو صبر صبر تعال شو اسمك الحين أنت أحمد إبراهيم والله والنعم ينعم تدرس حالك. ولا تشتغل نعم مدرسة هني في الجامعة الأمريكية ما الشارجة أنت من هالوين ان هلا شارجه ما شاء الله احمد دراسك على منو
الحكومة؟ الحكومة هي نعم الحمد لله موفرين له وما يقصرون شيوخنا الحمد لله. الحمد لله. شو تخصصك؟ الهندسة الكهربائية. تبارك الرحمن، وايدين متخصصين هسه التخصص؟ هي نعم، لأن مجالات العمل حاليا يعني في المستقبل القريب إن شاء الله كتوظيف وكذا الهندسة الكهربائية. أي سنة؟ أي سنة؟ ثالث سنة نعم. ما شاء الله قريب تتخرج. إن شاء الله قريب. أي خلاص يعني بتعزمنا على العرس؟ حاضرين إن شاء الله. إن شاء الله ما بناوي تعزمني؟ حاضرين بنعزمك. مو بالأول والثاني والثالث والرابع. أشكر فدنك قدها وقدود. سلم حبيبي يبلغ يبلغ سلم على الطلبة اللي وياك كلهم إن شاء الله يبلغ. وسلم على الأساتذة اللي عندك يبلغ. الله يحفظك. صورة ولا فيديو؟ اللي يشوفه. يلا واحد اثنين تشيز. بس عاد بس عاد. لا والله ما بياس أصورك، والله ما صورتك. ما بياس أصورك. إيه متحوب انا صورت ست حرمه صورت يا اصوره هو عم الفنر. هي خبر ام العذر. زين زين. وين تشيز عاده؟ قلت تشيز. هي قل الحين بيسمعوني اللي عندك. زين هي عرف عماتي. عماتي عماتي سلام عليك. مالات الخور فكان والله. عماتك من الخور تعرفين صلاح قافود بعد اسمه قافود يعرفونك. خرب الله تقافود. يمدحون هذا كراك هاوس، يمدحون الكرك ماله، فلذلك انا الحين شربت هنا كل شيء غير كرك، قلت بنجربه من كرك هاوس. السلام عليكم. السلام. شو اسمك انت؟ نعم. ماي نيم. يا لا مال ابوي نيم، ما اسمك انت؟ شاميلا. شامبي؟ شاميلا. شاملة ما شاء الله. شاملة. شاميلا. شاميلا هي، وانت؟ ايم ديبو. ديبو نايس تو ميت يو. اوكي اي نيد ون كرك. تو ماني بيبل ذي توك اباوت يور كرك. In Karak House, they said a lot of good things about your Karak House. Inshallah, we will try it. Thank you very much. يباني أصوره؟ يصورني لازم أنا قبل أصوره. لازم ها؟ هي شاء أم أبا؟ كيف حالك؟ والله الحمد لله. كيف أنت صبر خليني أرمس؟ أقول لك هذا. خبرني. هذا منو؟ هذا عاد ما أعرف اسمه. هذا إي واجف وياه ما تعرف اسمه؟ ما أعرف اسمه والله. والله وهذا؟ هذا علي السويدي. والله. إي والله. تعرف هذاك اللي هناك؟ هذا ريال. هالخبير مالي انا. نعم. ابو ابراهيم. الله يحفظك. زين خبرني انت من هالوين؟ اهل دبي. دبي وين ساكنين؟ نعم. في مدينه الوتاه. ايوه شو أنا. سمعت عنه هذا كرك هاوس؟ لا والله. كل حد شربت من عنده اليوم. شو رايك؟ لا زين. في دمك؟ نعم زين شربت حليب بس. زين احنا جايين على سبته. اي والله. يلا قايد. يا مرحبا. شو اسمه؟ سلوم. سلوم يا قميضة هالطول سلوم. يلا سالم. سالم سالم لو سلوم. سلوم سلوم ها سالم ضرب سلوم بحبيبة عسو هذا هو ترى هذا سلوم. يلا يلا عادة. يلا زين حد نزل تليفون ها تعالوا هنا سالي. شو هالنظرة الخطيرة؟ شو رايك انت بس؟ يلا توجه في الماشي. شو اسمك خلاك؟ احمد. احمد طالب من هالدبي؟ لا الشارجة. زين بدون مبالغة كركهم أبوي ترى مميز هايد. شو اسمه المحل هذا؟ كرك هاوس. كرك هاوس هذا أبوي وايد كركهم فنان شيء لف. تعال شو اسمه هاكي؟ منو؟ شاملة. شاملة؟ شاملة. لا والله اسمه شاملة. You have another branch in Dubai؟ Yes. Where? Downtown. With the same name? Same name. Kerak House. Kerak House. Yes. Downtown. Downtown. والله. I'm not joking. No. Only in the downtown. Only in the downtown. And here and there is in Sharjah. Sarja, that one only for a few months. It's few finished. Months. Yeah. Hey. The truck, and then yes. Very good. Karak. Karak. Thank you. But only one kind of karak you have? Yes, saffron and cardamom. Thank you. Did you give me money? والله منو بيعطي؟ Thank you. You're welcome, brother. ما عطينا بيسا. كرك. يا ريت متجربي. عجوبة. ما تبغى؟ وايد مميزة عندهم في هالمكان. أشياء وايد مميزة وجميلة وجميلة جميلة جميلة. إبراهيم كل شيء أنت أبوي؟ ها؟ تبي تاكل؟ شيء كشري أو إنه؟ لا 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 بس أنا في ولاية ما الحين بنخلص أنت. وين؟ شيء عشاء بعد؟ إيه تخلص شيء عشاء؟ عشاء؟ خفيف خفيف مو بنا عشاء. صدق والله؟ عزبت الحساني. لازم نضيف. أنا بخطونا مزرة. ها؟ كلام الضيافة تعقب تشوف. خفيف خفيف. يعني مش ولا تس. شيء مش من قدر. عبارة عن شو؟ رسم جرافيتي. هذا فريق عمل. من الشارجة.
الشارجه؟ الامارات مكس من جميع انحاء الدوله. للمهتمين في الموضوع هذا ابو المكان. شو اسمع هذا الصيروني؟ سلطان، سلطان جاسم هذا. والله مرحبا بسلطان، يا مرحبا ابو مايد، يالله يالله لا خلينا به العيونات. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. ما شاء عطبوزة الله. عطبوزة. ما شيء يحب سلطان؟ عطبوزة. حبه وحده؟ حبه؟ ما يبه؟ ظاهر يحب ابوه يقوم بالحق، ما يعيبون الموقف. يعني الله يحفظه ان شاء الله يبلغكم في معرس. امين. تحياتي حبيبي. ما لا يا سلطان. ناق مني ناق مني ناق مني. وهي الطاولة لكن هناك الجماعة اللي هناك وكلهم ما يبون تصوير البنيقاك. هاك فريق العمل القائم على ترتيب كل هذا الشيء، فريق كامل بنات من هالدار وشباب ما شاء الله عليهم مجتهدين، من هيئة السياحة في إمارة الشارقة الحالمة. الأسامي حبيب حبيب يا اخي خالد. اسمك قبل وظيفك ورسمك وين جاي وين متنتي؟ مروان الشيزاوي من خورفكان. زين. من خورفكان في هيئة الانماء السياحي. والله هذا الزين. وهاي تدق على الكتف ليش؟ زين مرحبا ابويا. مرحبا. كيف حالك شيخ؟ كيف انت؟ الله يسلمك. الله يسلمك. انتم من هيئة الانماء؟ اي نعم. احمد الطنيجي وياك. والله والنعم بشار. نعم. حالك احمد عبيد الطنيجي اخوي، هذا مديرنا، هل مو وصلنا عليك؟ والله نعم ما شاء نعم. يعني والله. يعني هل الهيلمان اللي من الصبح تنظيم هاللي صاير كله تستاهل. تستاهل كل خير. هذا اقل من قدرك. هذا يا شيخ تحقق من الصبح، نحن تعبانين ونثر الامر كله من عندك. انت ما اتوقع اني اكون موجود هنا. ايوه يبي ياخذ مكانك. خرب الله تعالى هذا بيروح بلاش وكسره مبهين. يقول لك كل دعاها تنجبار. يلا يا دعاء عاد لقطهم كلهم. صبري حياس الصورين انت حطه فلتر. والله اني ظاهر حلع عنك. حرام عليك. خلا الله 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 الله. هذا وين جاي بالله عليك؟ الله هني لندن واصله لين هالمكان الفنان. ما شاء الله عليكم يا ثمين، واصلين ابو لين الشارجه. هل متن هاي دوسه؟ ها؟ دوسه هذه. يا ربي يا الدوسه مكبرها. From where this one؟ Code Cafes. For us؟ Yes. Thank you. شو داخل عاد هذا؟ And that one? Yeah. Chips we are. Thank you, thank you. وهذا ها بعد شيء جاينا. أنا أبو طوي مهيورة كل شيء تعقى فيها. لا والله حسن. شو عيال إبراهيم؟ لا والله. بس عليك انا اكلت سمبوستين وهذا السويد. هذا شو؟ هذا نفس مال لندن. صدق والله؟ اي والله. ما طعمت عيال هذا رهيب. هذا باقي حبه. اعطني بالطعام. ها بابا وي هاف خلاص. نو جست تيست تيست جست وي كانت ما حب ياكل حرام. اي دايت يا ريال لا تعطيني مع السمبوسه. يا ربي from where all these things come. 101 كافي. 101 كافي مطرشين لابوي هاي الدنيا كلها. هذا الكافي هذا ها 101 كافي هذا ها ما شاء الله. يا سلام. بس يور نيم منو؟ كاجندرن ما شاء الله. ثانك يو كاجندرن. وير فروم وير يور كافي؟ دبي العيد شارجة ما شاء الله. say thank you for your owner. thank you. هيا يجينا أبوي من عندهم. هاي مسكين رايد. هاي البنية اللي تونا. وحليلة 101. إيه حليلة ما قصروا. اسمية قامت السوق مواعين يا رأي ونحن نمشي. ترى أنت تيصي يعني مو راك تمشي. yes. from which Karak this one? Karak House. Karak House. say thank you for your owner. You have very good karak. Thank you so much. That's why I ordered it twice. Thank you so much. Thank you. Where this one? Yogurt lab. Thank you. Where's your owner? She's not here. She
was here before, but she's already left. So. Okay, say for her, thank you very much. Yeah. What is that? This is what I can withdraw from and give from myself. Show it to me, show it to me. Yeah, I'll show you. Yalla, quickly add. Yeah, this is our logo. You got that. What's inside? Rob Roman Disroman and Rob Yunani. روب والله روب يوناني تحيد عرفته هاك الغالي ناخذ من سبنس بري اكسبنسيف روب يا بري اكسبنسيف روب هي والله قبيطي هالكبير ب 60 قميضه عليها بيت ودر منو بياكل يا ربي ثانك يو I'll just pre-hear بعد ثانك يو كم بنلطف بقرب الله تدايت يا رب دوكم اشياء هناك شيء اشياء تعرف اشياء ما تعرف Huh? Hi, good evening. We are from Aline, Kawasaki 3. This is our coffee, sir. This is our best sellers. We have our... What is it? Hot chocolate, sir, with marshmallow on the top. And a cortado and a Spanish hot. Ya Rabbi. Thank you very much. And we have also our waffles. Our waffles, sir. Danu, pastel is waffle kunafa. And we have chocolate. Who's your owner? الظاهري من العين say hello to your owner thank you very much and say to him thank you for all these things وشكرا كافي سعيد شكرا كافي سعيد على حسن الضيافة في الشارجة في المكان المميز وين من والله العظيم أنه لذيذ دم جامنا هذا في العالم ما أحب الآيس كوفي آيس ما أحبه لكن هذا سو delicious الله بالاسباني سابريتو ما شاء الله شوف راهب بالاسباني بالاسباني شو وراس من عند غالي وراس من عند غالي شو بالاسباني سابريتو شو يعني يعني لذيذ هارع اي والله والله العظيم انه لذيذ انا ما احب البارد خير شر ركز عليه بس سبحان الله عجبني يوم الافتتاح ولا غلطه المؤتمر الصحفي في العافيه يا ابا على قلبك يا ابو محمد على قلبك اجى حد من السوشيال ميديا فروم وير ذس وان ايبسبرغ يا ربي يا بابا تو ماتش وي هاف نو بدي ويل ايت اول ذيس ثينج هاي البنت ها يو ويل ايت راح يجيب ناس ياكلون But if you bring people to eat it? Someone will eat, inshallah. Nzi, thank you, Habibi. What's your name? My name is Nawfal Mahmoud. Nawfal? Mahmoud. MashaAllah alayk, ya wild Mahmoud. What do you bring here? We have fries. Nzi, make it down a little bit. Volcano fries. This is volcano fries. And this Dynamic is? Dynamic shrimp, mac and cheese bowl. Uh-huh. And this one, rose milkshake. This one is saffron milkshake. Thank you, Nawfal. Fi ba tani. بعد بس لي نوفا بنندحق يا ربي ابراهيم لبيت طعم شيء من هالبيو خلاص ما في سبيس شو هذا بعد هذا اي بي سلايدر ها اي بي سلايدر شو يعني بدا زين نزبط داون لتلبت هذا حبتين برجر ايوه هي وهذا تشيكن سلايدر 1 بافلو 1 كريسبي والله والله كله شكل مغري يا رب هالاشياء لاني من سنين ما جيت هالاماكن حسبتي اشوف من اول مره اشياء غريبه شبه الله الله في عمرك يا راجب الحي القيوم بتنضحك انا ابوه من هنا من لندن ما كان شيء انت على فكره انا اسوي رجيم والله العظيم اني اسوي هي اي والله بس ما تبعت حالي بس اليوم اخترب رجيمي كله منك ابو محمد وانا شي خسري اكلنا في شو اسمه البيموت خلاص يا بيال ترى الريال كن ربيع اشت بس عليك بتسكر يا ريال بتموت يا ربي ما شيء ابراهيم غيرك انت الله الله فينا مع انه هو ار يو ام برادن كريستيك اند ام ا دي جي برودوسر وير دو يو كم فروم فروم سربيا سربيا ايوه ار يو هابي ان شارجا اوف كورس سبيشلي ان ذس جود بليس فيري كوايت جود ويذر فيري كلين اوكسجين فاينلي وينتر هي والله يا ابوك هبل انت everybody say like that
شارجة ابتسم. You are smile. You are in شارجة. أي والله. Way better than Dubai, by the way. Then hey, but Dubai different than Sharjah. Dubai is a chaos, totally chaos. Hey, ما أدري شو قال هذا. Thank you. Have a seat. He introduced me like for TV. Like, you have a seat. تعرف إبراهيم؟ لا. أنا ما ديجة. يا ربي يا المساوق مكتالا. زيد حد يعزم عليه ريال هذا من ما سربيا. انزين مرحبا بك سهله ابو محمد. اهلين وسهلين حبيبي علومك. الله وين تعرف الخبير؟ الخبير بالمعروف الخبير. ها وابراهيم اكثر بعد بعدين ابراهيم هذا بديت خشمك. جزاك الله الخير يا الغالي. يحييك علوكم. الله يسلمك. الله خير. الله بخير ربي يسلمك. شوف كم حلو خلاص. تقول قطوته معينه طاعه والله والله بيوم الكشاف فيني تصالقن. مشكورين شباب الله يحفظكم. درب السلامه. وش رايكم حق ما سكروا؟ ما شاري انا في الجامعه ما شاء الله. نعم. كيف عرفت ان احنا هني؟ تابعك وراك اللي يفداك. حتى يوم تظاهر من ابو ظبي كنت وراك. ترى ظاهر من ابو ظبي كنت. لا اله الا الله. ظاهر من ابو ظبي. تحياتي لك. مشكورين. نعم. حبيبي سلموا على اهلكم. يوصل ان شاء الله. الصغار والكبار يوصل ان شاء الله. الله يحفظكم. الله يحفظكم حياتكم. خير يا مرحبا بكم. عرفت ابنه؟ لا ربعها في الجروب. تشوف جروب شو قالت؟ ده جروب ما ادري جروب خروب. شو سلمي سلمي الغالي. الله يحفظكم جميعا ان شاء الله. قال تقول تبى كلمه حق سنابها. ما انت سنابك ابوي زينين ما بزينين شريين زينين. انا طيبه وحلوه يعني مستحيل يعني حلوين وطيبين صدق. استغفر الله كلمه ابراهيم لا حسها والله. أنا انت غاويه وسيد القوه بعد صدق. الله يحفظك. نعم ان شاء الله مصدقه يا شبيب. والله انا اعرف عمري يا امشي مالك. بسم الله عليك. كله زين وكله فنان. يعطيك الصحة. تحياتي لك وسلمي على اهلك مايا. نورت الشارجة. الله يسلمك ويخلينا فرحنا بيك. نحن انا كثر ريتك عادل. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انزين خلينا نشوفك ان شاء الله فعاليات مهرجانات وبعد كذا. زين بنعزمك على دبايح على عيش ولحم. والله انا عيزتني ما عايزين مره امس بس عليك. انت غالبني تشرط يا بوك. انت غالب تلحق رقم واحد بس عليك. ما شاء الله. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. سلمي ماي على هلك.